دكتور، اخدت بالي ان المهندس انطوني موجود، موجود؟ موجود عمال طيب بيعمل لك كومنت انه موجود. اه تمام، اهلا بيك يا باشمهندس انطونيو. انا بجهز حاجه في الفايل اللي هنعمل له شير دلوقتي، وهكون معاكم دقيقه واحده. ما شاء الله دلوقتي في 56 بارتيسيبانت معانا يا باشمهندس محمد، وهنبدأ. ممكن نبدأ بقى اوكي، دلوقتي؟ اه يا ريت يا دكتور نبدأ عشان طيب الساعة 8 و17 دقيقة دلوقتي. انا هعمل انا بقى شير سكرين من عندي. اوكي اتمنى بس الناس كلها كده تعمل ميوت عشان نسمع حضرتك كويس. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هبدأ بعد إذنكم، طبعا زي ما المهندس أشرف وضح لكم إن أنا هتكلم وهو عامل ميوت لجميع الزملاء لغرض وضوح الصوت للجميع، وإذا كان في أسئلة ممكن حضراتكم يا إما تكتبوها في الشات، والمهندس أشرف في آخر المحاضرة ممكن إيه نرد عليها بإذن الله، يبعتها لي أو أنا هطلع عليها على الشات برضو يعني. وهنبدأ المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم. معكم المهندس عادل توفيق، رئيس قطاع ومساعد عضو مجلس إدارة بشركة المقاولون العرب. والحقيقة أنا سعدت جدا بالمشاركة في المبادرة دي، اللي جالي دعوتين، دعوة من نقابة المهندسين عن طريق المهندس أنطونيو القس دانيال. المهندس أنطونيو عضو مجلس أعلى نقابة المهندسين في مصر ورئيس لجنة التدريب، والمهندس أشرف محمد أشرف منسق لمبادرة BIM أريبيا في مصر، وهو اللي دعانا لعقد هذه الندوات واستثمار وقت زمايلنا المهندسين. الحقيقة طبعا استثمار الوقت ده حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا، لان المهندس ما تعودش ان هو يقعد فاضي، فبعض الزملاء بيشتغلوا بالنهار وبياخدوا شيفت واحده بدل ما كان بيشتغل شيفتين، وبعض الزملاء بيبدل مع زمايله بالتناوب طبقا لتعليمات الحجر عشان فيروس كورونا اللي ربنا يعافينا جميعا منه.
فحصل في العمل في معظم مؤسسات وشركات الدوله زي ما انتم عارفين بالتناوب. فوقت المهندسين عشان نستفيد منه احسن حاجه نستفيد بها هو العلم وتبادل الخبرات. وانا شايف ما شاء الله من واقع الزملاء المشاركين في زملاء حديثي التخرج وفي زملاء شباب وفي زملاء ما شاء الله يعني زملاء اساتذه افاضل وخبرات عاليه جدا. اللي احنا بنقول ان احنا هننقل المعلومه لجميع المستويات ان شاء الله. فعفوا هرجع بس من الشريحه الاولى تاني عشان ايه نبدا. انا كنت بس بعمل تجربه للعرض. حضراتكم احنا دلوقتي بمثل حاجتين، بمثل الجمعيه المصريه لتكنولوجيا انشاء واصلاح المرافق بدون حفر، وبمثل شركه المقاولون العرب اللي انا ابنها طبعا من اكتر من 34 سنه شغال في الشركه. و الزميل اللي قدامكم بقى دلوقتي على الشاشه، انا مش هكبر الشاشه دلوقتي بس عشان ايه كده حضرتك واضحه يا باشمهندس محمد. مهندس محمد اشرف خلي التليفون بتاع خلي المايك بتاعك انت مش ميوت عشان نشوف بعض. طبعا الشعارات اللي فوق دي شعار نقابه المهندسين. سوري بس هرجع انا للشريحه اللي قبل كده. الشعار اللي فوق على اليمين انا هشاور بالماوس يا جماعه، ده شعار نقابه المهندسين المصريه، شعار المقاولين العرب، شعار الجمعيه المصريه للانفاق، شعار بي ام اريبيا، ده المهندس محمد اشرف المنسق لبي ام اريبيا، ودي صورتي ودي صوره المهندس انطونيو القس دانيال اللي بصراحه قايم بدور كبير جدا في مجال تدريب المهندسين، وهو اللي عرض هذه المبادره للاستفاده بوقتنا. دي الجهات اللي احنا القينا فيها نفس المحاضره ديت، القيناها قبل كده في عده جهات، جامعه منها جامعه الازهر، جامعه المنصوره، نقابه المهندسين نفسها عملنا فيها ندوتين، جامعه الدلتا، جامعه طنطا، مركز تدريب الصرف في اللي هو خاص بوزاره الري. دي كل الجهات دي عملنا فيها ندوات عن التكنولوجيا الانشاء والمرافق بدون حفر اللي هو ترينشلس تكنولوجي. وعنوان المحاضره مايكرو تانلينج بروسيس اللي هي بنقول عليها البايب جاكينج، لان المايكرو تانل اللي هو كل ما هو انفاق عباره عن ماسوره بنسميه ايه مايكرو تانل، لان الانفاق الكبيره اللي هي انفاق السيارات وانفاق المترو بتبقى عباره عن سيجمنت، فبيبقى ده اسمه سيجمنتال تانل. اما اللي احنا هنتكلم عليه طول المحاضره دي اسمه بايب جاكينج او مايكرو تانل. طب ليه اصلا بنعمل المايكرو تانل؟ ليه بننفذ خطوط مواسير تحت الارض باستخدام الماكينات بدون حفر؟ زي ما انتم شايفين الصوره اللي على اليمين ديت صوره في احد الشوارع في احد المدن الكبيره، وشايل طبقه الاسفلت والحفر وباين تحت مجموعه كبيره جدا من الخطوط المرافق، خطوط صرف وخطوط ميه وخطوط غاز وخطوط وكابلات كهرباء. طبعا الارض تحت زي ما انتم شايفين ملغمه بالمرافق. فانا عشان اجدد خط او انشئ خط جديد عشان الزياده السكانيه المفترضه اللي بتحصل في المدن الكبيره وفي وسط هذه المرافق هيبقى الموضوع صعب جدا. فده اللي بيخلينا نلجا لطريقه الدفع النفعي. طيب ايضا فوق سطح الارض، احنا شفنا تحت سطح الارض في مرافق، فوق سطح الارض بيبقى في حركه المرور زي ما انتم شايفين المدن بتبقى مزدحمه ازاي بحركه السيارات والمواطنين. طب يبقى انا هنفذ ازاي حفر مكشوف؟ الصوره اللي على اليمين ديت بتبين الاوبن كات. لو انا هنفذ خط مواسير باستخدام الحفر المكشوف هيبقى ده الوضع اللي انتم شايفينه، ده عباره ان الشارع محفور وفي سند جوانب الحفر على اليمين وعلى الشمال، وحصل ازدحام اكتر للمرور بقى على اليمين وعلى الشمال، لان الحارات المسموح فيها بالحركه بقت اقل بكتير. كميه الاتربه اللي بتطلع بتبقى ملوثه للبيئه. الوقت بياخد وقت طويل جدا، لان انا عشان انفذ الخط الجديد لازم اعمل تحويلات للخط القديم. فطبعا تكلفه التحويلات
تكلفة انتظار السيارات وعطلة المواطنين، تلوث البيئة، الازدحام ده كله، دي عبارة بنترجمها لتكلفة وعطلة وتلوث بيئة. لازم ألجأ لطريقة تانية. ايه الطريقة التانية؟ اللي هي على الطريقة اللي على الشمال. انا هنفذ نفس الخط بس سايب حركة المرور فوق زي ما هي، ما حولتش مرافق. كل اللي انا استغليته يا فندم، في غرفة هنا تحت السهم الكبير ده، السهم الكبير ده في غرفة مربعة هنا اسمها الجاكينج شافت، وفي غرفة تانية هنا برضو اللي هتطلع منها المكنة اسمها ريسيفينج شافت. يبقى بعمل غرفة جاكينج وغرفة ريسيفينج، الغرفتين دول بس اللي انا بشغلهم، وحواليهم مساحة صغيرة اللي هي محددة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. المساحة دي اللي بحط فيها مواسيري اللي انا هنزلها، وبحط فيها الكنترول روم وبعض معدات بسيطة اللي هي معدات الحقن بالبنطنايت وما إلى ذلك. وجنب غرفة الاستقبال برضو بستغل المساحة الصغيرة اللي أنا مستغلها دي. ده يبقى أنا كده هنفذ خط بالدفع النفقي أو بالبايب جاكينج بدون أي ديسرابشن للمدينة نفسها. طيب في اسباب اخرى بتخليني لازم اعمل الدفع النفقي ده. لو عندي مجرى مائي زي ده وعاوز اعمل خط ما بين الضفه، الضفتين بتوع النهر دوت، عاوز اعمل خط صرف، طبعا مش ممكن احول النهر ده او المجرى المائي الكبير، فلازم اعمل غرفه دفع اللي على اليمين وغرفه استقبال، وبعمل ما بينهم الخط بالمكنه اللي باللون الاصفر ديت، هي ماكينة الدفع النفعي، وديت مجموعة المواسير، وهنا الكنترول روم، وبنزل ماسورة ماسورة وببدأ أسوقها عشان أوصل لليمة التانية. ببدأ برضو لو عندي خط سكة حديد أو مترو، عشان لازم برضو نوعي لازم أنفذ بطريقة الدفع النفعي. إذا ديت كلها مسببات بتخليني مضطر لازم أستخدم طريقة البايب جاكي. في حالات اخرى، في منشات الري عندي بيبقى مجرى مائي، بيبقى مجرى مائي ميه حلوه، وفي مجرى مائي صرف زراعي. ميه الصرف تبقى منسوبه عاده اقل من اوطى من ميه الترع، فاما بيتقاطع اتنين مجرى مائي، يعني المجرى ده كروسنج مع المجرى المائي ده، فلازم بعديه من تحت المجرى المائي الثاني بمنشا ري اسمه سيفون، او بنقول عليها سحاره بالعربي. فالصحارة دي بتنفذ ازاي؟ بعمل غرفة دفع غرفة استقبال، وبرضه بالبايب جاكينج انفذ الصحارة. اذا دي مجموعة ابلكيشن ضروري جدا استخدم فيها الدفع النفعي، لو ازدحام المدن، المرافق تحت الارض، مجرى مائي او تحت نهر، هعمل خط صرف صحي تحت نهر، هعمل صحارة بالصحارة راي، لو عندي خط سكة حديد او خط مترو هعمل كروسنج تحتيه خط مرفق صرف او مالي. دي سبب ثالث، سبب يضاف للاسباب اللي فاتت. سبب لو عندي كوبري، برضه لو عندنا كوبري وبنفذ خط كروسنج تحتيه، هنا موضح ان في مترو وفي كوبري، ودي حصلت كتير عندنا، فلازم برضه اعمل غرفه دفع وغرفه استقبال وانفذ الخط بدون ما احفر حفر مكشوف. هي الطريقه باختصار جدا ان انا ايه، بعمل الجاكينج شافت اللي انا اللي نزل دلوقتي في الصوره، والريسيفنج شافت اللي هو بياره الاستقبال، ودي بياره الدفع، وبعدين بنزل الجاكينج ريك اللي هو محطه الدفع الرئيسيه، وبحط الكنترول روم والمواسير، وبعمل سيت اب للموقع لشغل المايكرو تانل بتاعي، وبعدين ببدا انزل ادفع المكنه في التربه، وبعدين انزل المواسير وراها وهكذا. دي باختصار جدا الطريقه. احنا زي ما اتفقنا بنتكلم في المحاضره دي باختصار، وفي كلام هيبقى في محاضره تانية او كورس تاني لو حبيتم ادفانسد، بحيث ان انا هنتكلم بتفاصيل اكتر للناس المتخصصين اللي هيحبوا يكملوا معانا. يبقى هنا الادفانتج بتاعه انشاء الدفع النفعي، ان انا اقل كميه ممكنه من الحفر، بحفر يا دوبك بس على قد ايه المكنه. انتوا شايفين المكنه بتمشي، وبطلع كمية الحفر اللي هيحصل لها إزاحة نتيجة مرور المكنة والمواسير اللي وراها، بخلاف الحفر المكشوف بيبقى طبقا للكود المصري أو أي كود
بيبقى عرض الحفر 3 امثال عرض قطر الماسوره، وبالتالي كميه الحفر بتبقى كبيره جدا. يبقى انا بعمل ريديوس لكميه الحفر، ده من مميزات طريقه البايب جاكينج. بعمل حمايه للناس وحمايه للطبيعه من التلوث. ما بضطرش اخفض المياه الجوفيه، نو جراوند ووتر لورنج ريكواير. اما في طريقه الحفر مكشوف لازم اعمل نظام ديوترنج، لان الناس هتنزل وتركب المواسير حفر مكشوف. انا في طريقه الدفع نفقي المكنه بتبقى عندي كلوزد فيس، ما بحتاجش اعمل ديوترنج للميه. حركه المرور فوق بتبقى ماشيه زي ما هي. الكونستراكشن ورك ان اول ويذر، يعني في كل ظروف الايه الجو بيبقى ايه اقدر انفذ الحفر بالدفع النفقي. عندي انواع، في نوع من انواع المكن بيبقى اسمه اوبن فيس، بيبقى وش المكنه نفسه اللي انا بشاور عليه على الشاشه ده بيبقى مفتوح، وفي ناس جوه بتحفر بطريقه مانوال برضو، بتطلع الحفر مانوال، لكن هنا في جاكات هيدروليك جاك بتدفع المواسير ورا بعضها، وبيبقى في شيلد في البدايه هنا اسمه ايه اللي هو المكنه اللي هي اوبن فيس. دي الطريقه دي بستخدمها لما يكون ما عنديش ميه جوفيه وما فيش خطوره على العماله انها تخش. ثانيا لما يكون قطر النفق يسمح بمرور بني ادمين جواه، يبقى ايه هنقول مان تانل. اما النفق المايكرو اللي هو بيبدا من 600 ل 800 مللي ل 1000 مللي، ده ما ينفعش امشي فيه ناس، بنقول عليه نون مان تانل، فده ما ينفعش اوبن فيس. يبقى الاوبن فيس ما ينفعش الا في حالات القطر الكبير، ثانيا يكون حالات ما فيش ميه جوفيه. هنا المايكرو بيتنفذ اهوت قدام لما يكون في ميه جوفيه، شايفين انا الشكل الانديكيشن ده بيقول ده جراوند ووتر ليفل. عندي كميه الميه الجوفيه عاليه جدا، يبقى ما ينفعش استخدم ايه اوبن فيس ماشين، فبستخدم كلوزد فيس ماشين. ادي الفيس بتاع المكنه اهوت مقفول، وزي ما قلنا بتنزل المكنه زي ما هنشوف بعد كده بالتفصيل. طيب الشفط اللي بتنفذ ده، في طرق كتير جدا عشان انفذ الجاكينج شفط والريسيفنج شفط. ايه هي الطرق دي؟ ان انا ممكن اصب الشفط كاست ان سيتيو، بصب الشفط بالكامل فوق سطح الارض، وبعدين بعمل له ويت سينكينج اللي هو تغويص الشفط بنظام الكلامب شيل او الكباتشات، او لو شفط كبير شويه بنفذه بنظام الديافرام وول او السيكند بايت. ممكن اعمل الشفط نفسه عباره عن حوائط ديافرام وول لما يكون قطر الشفطات كبير والعمق كبير، او بنفذه بسيكند بايت خوازيق متقاطعه. يبقى بنفذ يا اما كاست ان سيتيو، يا اما ديافرام وول، يا اما سيكند بايت، يا اما في الشفطات الصغيره اللي هي قطر 2 متر و60 وقطر 3 متر و60 وقطر لحد 5 متر وربع، بنفذ الشفط بري كاست سيجمنت. الشفط عباره عن ايه قطع دائريه خرسانيه بغوص ايه حلقه حلقه يعني. او بنفذ الشفط بنظام الشيت باي، هنشوف الاشكال الشفطات ايه بعد كده. ده شفط كاست ان سيتيو زي ما انتم شايفين حضراتكم، بنفذه بنظام شده منزلقه او شده عاديه، يعني الشده اللي احنا شايفينها دي شده منزلقه نفذنا بيها الشفط، اتنفذ بالكامل فوق سطح الارض، وبعدين بعد كده بجيب الصوره اللي تحت ديت اللي هو الكلامب شيل، وتحت الشفط ببقى حاطط كاتنج ايدج. الكاتنج ايدج دي عباره عن حلقه بكامل قطر البياره او الشفط، الحلقه دي بيبقى فيها كاتنج شيت، والجنب الداخلي منها بيبقى عباره على شكل مثلث على 45 درجه او 60 درجه. بعد كده بشد الشد عليه وبصب الشفط، بعد ما صبه بيتغوص بالكامل. بعد ما بيتغوص الشفط بيبقى الشفط فيه ميه جوفيه مليان بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. بصب البلاج جوه الشفط، وبعد ما اصب البلاج وبتعدي فتره الكيورنج بتاعت الخرسانه، ببدا انزح الميه اللي جوه الشفط ده، يبقى اصبح الشفط ده حصلت على شفط جاف تماما ومصبوب فيه بلاج، وببدا اصب اللبشه بتاعته وانزل المكنه في الشفط. يبقى ده باختصار
طبعا الطريقه ديت ممكن تتشرح في محاضره لوحدها، طريقه ان انا انفذ ازاي شفط بطريقه الايه الكاست ان سيتيو والويت سينك. بس ده يعني دياجرام ملخص قوي قوي لتنفيذ الشفط بطريقه الكاست ان سيتيو. ممكن انفذ برضو الشفط بنظام السيكنت بايل، ديت عباره عن خوازيق وبعمل لها استراتنج سيستم، وبعدين برضو بحفر جواها وبصب بلاج بنفس طريقه الشفط الثاني. بس هنا في تربه ما ينفعش فيها اغوص، ممكن تكون تربه متماسكه، فبنزل فيها بحفر الخوازيق الاول، وبعمل الجدار بتاع الشفط نفسه عباره عن مجموعه من الخوازيق المتقاطعه، خازوق خرسانه وخازوق بنتونايه. ولو في ميه جوفيه بتدفق اعلى بعمل خازوق خرسانه مسلحه وخازوق خرسانه عاديه. هنا الشفط بنفذه بنظام الديافرامون، دي الشيتات الراسيه اللي واقفه دي عباره عن ايه ديافرامون. الاول بصب جايد بيم فوق كمرتين، والكاميرا والمكنه بتاعت الديافرام بتنزل حوائط من الخرسانه بنوع بنسميها الحوائط اللوحيه، الحوائط اللوحيه اللي هي الديافرامون. كل حائط لوحي بيبقى سمكه من 80 سنتي الى متر و 80 سنتي او متر و 20 او متر و 60. والعرض الديافرام هو عرض البانل الواحده بتبقى 2 متر و 80 سنتي. وبيحصل ان الكبرة الديافرام ماكينه الديافرام بننفذ باكيا برايمري وباكيا برايمري، بسيب ما بينهم باكيا بتتنفذ ايه السكندري، فبكون شكل الشفط سكان دائري او مربع بحوائط الديافرام، وبعدين اصب البلاج واحفر ايه وانزح الميه واصب المسلحه وابدا انفذ الايه الدفع نفقي من خلال الشفط ده. ده صوره من على الطبيعه في مشروع كان محطه كهرباء الكريمات. هي كل محطات الكهرباء بتحتاج خط ديسشارج وخط انتيك. الخط ده بيتنفذ بنظام الدفع النفعي. فدي كانت بياره استقبال، وفي على الشاطئ الاخر من النيل كان في بياره الدفع متنفذه بدايفرامون. البياره ديت اللي هو الشافت الاستقبال ده ريسيفنج شافت، نفذناه برضو صبناه بالكامل كاست ان سيتيو. وبعدين ده الكلامب شيل او الكباش اللي واقف بيحفر جوه الشافت. كل ما يحفر جوه الشافت ده بيتغوص لحد ما الشافت ده يتغوص بالكامل في التربه. بعد ما يتغوص في التربه هيبقى جواه محفور بس مليان ميه. لما بصب بعد كده البلاجه بطريقه معينه بتريمي بايب او بمواسير الخراطيم البامب بخرسانه ذات مواصفات معينه، وبعد كده بفتره الكيورنج بتعدي انزح الميه يبقى الخرسانه ايه جافه، اصب فيها الخرسانه اللبشه المسلحه وتعامل مع الشفط ايه جاف تمام. هنا احنا قلنا ممكن يتنفذ الشفط الصغير اللي هو القطر الصغير ده، قطر 2 متر و 3 متر و 60 او 2 متر و 60. الشفط ده متنفذ عباره عن بري كاست سيجمنت، كل حلقه دائريه مكونه من عده سيجمنت، من عده قطع. كل قوس يعني الدايرة دي كلها عبارة عن مجموعة من الأقواس، كل قوس عبارة عن قطعة زي القطعة المرصوصة في الصورة اللي على الشمال دي. فبرضو القطعة ديت بتتكون حلقة كاملة. الأول بحط الكاتنج إتش زي ما قلنا، وفوق الكاتنج إتش اللي هو ستيل شيت بحط ببدأ أحط أول حلقة وأحفر جواها وأغوصها، ثاني حلقة وهكذا لحد ما الشفط بيتنفذ بالكامل. زي ما أنتم شايفين ده صوره من الطبيعه في احد المشاريع اللي احنا منفذينها. يبقى ده بريكاست سيجمنت شافت. ده بريكاست سيجمنت بس ديت بولتد سيجمنت. البولت ديت عباره عن ايه القطعه نفسها بتتربط مع بعضها بمجموعه من المسامير، مسامير في الاتجاه في الافقي ومسامير في الاتجاه الراسي. وبنفذ برضو الشافت ده بالكامل، بغوص حلقه حلقه ولحد ما يوصل للمنسوب اللي احنا ايه عاوزينه. المشروع ده كان مشروع في تربه صخريه، ف
فانا عندي التربه صخريه والميه قليله فيها جدا، في فوالق صخريه جايبه كميه ميه بسيطه ممكن اتغلب عليها بترمبات ناس عاديه. فبكسر في الصخر وبنفذ الشفط بالكامل زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بعد كده ببقى اعمل له كلادنج ايه خرسانه، بس انا مش محتاج ان انا اعمل تغويص ولا ايه خوازيق لان التربه شبه جافه وثانيا صلبه. دي نفق صخري في المعادي هنا في القاهره. يبقى ده شفط في الروك، ده شفط متنفس بطريقه الديافرام وول. نظام الديافرام وول زي ما قلنا، دي الشفط ده كان قطره حوالي 49 50 متر والعمق برضه حوالي 50 متر. فطبعا الشفطات الكبيره دي ما ينفعش انفذها بالتغويص، فبنفذ الاول الحوائط الخرسانه. الدايره دي مكونه من مجموعه راسيه من حوائط راسيه جنب بعضها. الحوائط الراسيه جنب بعضها دي بنسميها حوائط لوحيه او دايفرام وول. هي عباره حوائط خرسانه مسلحه، كل حيطه عرضها 2 متر و80 وبعد القطع بتصفع على 2 متر 65. وسمك الحائط ده كان في الشفط اللي زي ده تحديدا كان سمك الحائط متر و20. ممكن لو القطر صغير ممكن يبقى سمك الحائط 80 سنتي او 60 سنتي. فبعد ما الدايفرام وول اتنفذ بالكامل بحفر جوه الشفط. و بعد ما حفرت او قبل ما احفر كنت عامل هنا في الشفط ده تحديدا برضو كان في منطقه عين شمس في القاهره، كنت عامل كيميكال جراوت، كنا عاملين طبقه سداده كيماويه. وبعدين بعد كده بنزح الميه واصب اللبشه المسلحه اللي انتم شايفينها دي، دي كانت لحظه صب اللبشه، عباره عن اربعه بمبات بيصبهم، كانت لبشه حجم الخرسانه اللي فيها 10000 متر مكعب. وكان ارتفاع اللبشه ديت ايه حوالي 5 متر عشان طبعا تتحمل الاب ليفت والعزوم اللي عليها. يبقى ده شفط اتنفذ عشان هنفذ بعد كده خط دفع نفقي طالع منه، لان في ماسوره صرف رئيسيه قطرها 2500 مللي هترمي ميه الصرف ده في غرفه تجميع هنا بتاخد نص مساحه الشفط ده تقريبا. يبقى عرفنا دلوقتي معظم طرق تنفيذ الشفط. دي الطريقه الاخيره اللي هي طريقه استخدام الشيت بايل، ده الستائر المعدنيه. الشيت بايل اللي هو اللي ما يعرفش اسمها بالعربي اسمها ايه، الستائر المعدنيه. الستائر المعدنيه ديت باشمهندس محمد اشرف لو في مشكله يا ريت تكلمني لان انا مش هعرف اقرا الشات وانا بتكلم بعد اذنك. الو الو. فده الشفط متنفذ بنظام الستائر المعدنيه، بس طبعا الستائر المعدنيه من ضمن عيوبها ان هي منفذه للميه الى حد كبير، وبضطر اعمل لها ستراتنج سيستم على ثلاث صفوف او اربع صفوف زي ما انتم شايفين، عشان بعد كده بخلق الفتحه التانل اي اللي هو عين النفق او فتحه النفق اللي هبدا انزل المكنه واتعامل منها. المهندس محمد اشرف معايا؟ الو. دي شكل يا دكتور. انا عاوزك كل شويه تلغيني عشان اتاكد ان لا الصوت واصل. انا مع حضرتك، بس احنا بس عشان كان في تداخل للصوت فعشان نركز فعملنا ميوت للكل يعني. خلي الصوت بتاعك انت مش ميوت عشان نركز مع حضرتك. تبقى سمع. انا مع حضرتك يعني لحد الشريحه اللي فاتت بتهيألي كان الصوت واضح. لا لا الصوت صوت معقول جدا يعني. برضه لو حد عنده مشكله في الصوت يكتب على الشات، يكتب على الشات اللي هيقرا، لان انا مش هعرف اقرا الشات في نفس الوقت وانا بتكلم يا فندم. حضراتكم طبعا باكبر اتفضل. ده شكل المواسير بتاعه الدفع. يبقى اتكلمنا في القسم اللي فات ده على الشفطات او البيارات، ممكن نسميها بكذا اسم، الشفط، وهم نوعين زي ما قلنا جاكينج شافت وريسيفنج شافت.
او بيسموها ايه جاكينج بيت وريسيفينج بيت. كل المعاني بتؤدي الى معنى واحد اللي هي ان هي عباره عن بيارتين، بياره دفع وبياره ايه استقبال. وساعات الناس بعض الناس بيقولوا على الجاكينج لونشنج، يبقى اللونشنج شافت او الريسيفينج ايه شافت. اتكلمنا عن الشفطات، دلوقتي هنتكلم على شكل، على ايه شكل المواسير. مواسير الدفع النفعي طبعا عشان هي بيتم دفعها داخل التربه ورا المكنه مباشره، فما ينفعش يبقى لها راس وديل زي المواسير العاديه. انا اقصد الراس اللي بتبقى بارزه عن جسم الماسوره. كل اللي اشتغلوا في الانفراستراكشر الزملاء المهندسين بيبقوا عارفين ان اي ماسوره بيبقى لها راس بتبقى عاليه عن جسم الماسوره والديل بيبقى مساوي لجسم الماسوره. مواسير الدفع النفعي ما ينفعش اعمل لها راس عاليه لانها تعمل ممانعه شديده جدا في التربه، مش هقدر ازقها. فايه الحل اللي هم اخترعوه عشان يعملوا راس وديل بس بدون حاجه بارزه عن جسم الماسوره؟ عملوا راس برضو بس عباره عن ستيل كولر. ستيل كولر اللي هي الدايره اللي انا بشاور عليها دي، يمه الراس ويمه الديل بيبقى فيه جروف صغير على قد سمك الستيل. يعني لو عندي الستيل كولر ده سمكها 12 ملي او 20 ملي حسب قطر الماسوره وقوه تحملها، ال 20 ملي دول بعمل جروف هنا بسمك ال 20 ملي بس، يبقى الجروف ده غاطس في الديل وفي الراس. الراس مش بارزه عن جسم الماسوره، فديت الراس ديت الديل ده بيخش في الراس دي. ده جبنا صوره المواسير دي عشان نقول بس شكل مواسير الدفع النفعي ازاي، لما حد يشوفها في اي مكان يعرف ان انا في شغل دفع نفعي بمجرد ما يشوف شكل المواسير بالشكل ده. اما لو دي مواسير هتتركب اوبن كات كان هيبقى لها راس وديل، مش هيبقى فيها ستيل كولر زي اللي احنا شايفينها. طيب انواع المواسير ايه اللي بتستخدم؟ ممكن خرسانه، ممكن مواسير جي ار بي، ممكن مواسير فيتريفايد اللي هي مواسير الفخار، ممكن مواسير ستيل برضو ادفعها بالجاكات، وممكن مواسير داكتايل ايرون اللي هي الايرون اللي هي الظهر المرن. دي انواع الماتيريال بتاعه المواسير الايه المستخدمه. احنا في الغالب هنا في مصر بنستخدم المواسير الخرسانيه وناجحه جدا، ولها ثلاث مصانع وطنيه بتنتج المواسير ديت هنا ايه في مصر. وده شكل قطاع في الماسوره بيبين لك علاقه ديل الماسوره براس الماسوره. يعني الجزء ده اللي هو راس الماسوره ديت بنقول عليها ستيل كولر، ده سمك الستيل اهو. طبعا جسم الخرسانه دي خرسانه مسلحه، بيبقى فيه تسليح رينفورسد هنا جوه الخرسانه، والستيل ديت ملحومه في الحديد التسليح بتاع الماسوره. وهنا الديل برضو خرسانه مسلحه، ولكن في جروف، الجروف ده عشان يخش فيه السمك الستيل كولر. بتعمل جروف الجوان، عندي رابر سيل. الرابر سيل دوت فايدته ان هو يمنع الميه بعد الديل يخش في الراس دي. بعد الشكل النهائي بيبقى عباره عن ايه؟ ان جسم الخرسانه بتاع الديل ده دخل على جسم الخرسانه بتاعت الراس وانضغط. الرابر سيل ده بعد ما كان عالي كده انضغط، فانضغاط الرابر ده بيمنع دخول الميه من الخارج للداخل عشان اضمن دايما ان النفق جاف تماما. طيب لو خرسانه على خرسانه وانا زقتهم بجاكنج فورس عاليه، الخرسانه ديت هيحصل فيها كراك. فايه الوسيط اللي بيمنع الكراك ده؟ بحط فايبر بورد باكر اللي هو الباكنج الخشب، ده بنسميه الباكنج الخشب، بيبقى سمكه 20 مللي تقريبا. ده عشان ينضغط مع قوه الجاكنج فورس وما يحصلش كراك في الخرسانه مع احتكاك الخرسانه مع الخرسانه. يبقى ده طريقه تركيب المواسير الجاكينج باي. ده شكل من على الشافت، جاكينج شافت من احد المشاريع، وده كان مباشره على البحر المتوسط في اسكندريه. كنا بننفذ مجمع صرف صحي قطره متدرج من متر و20، من 1200 ملي يعني ل 1500 ملي ل 1800 ملي، يعني من قطر متر و20 لقطر متر و80، ده قطر داخلي، قطر النفق الداخلي.
فكان بيتعمل له جاكات شفطات او بيارات، بيارات دفع وبيارات استقبال على طول الكورنيش بتاع العجمي في اسكندريه، وفي الشوارع الكروسنج العرضيه كمان كان في خطوط مجمعات رئيسيه حوالي 7 كيلو كان متنفس كلهم متنفذين كلهم بالجاكينج ميثود. طيب الجاكينج بقى السيكونس بتاع الدفع النفعي عباره عن ايه؟ اللي هو ايه البايب جاكينج جنرال سيكونس او التكنيك، لازم اعمل ايه ثم ايه ثم ايه ثم إيه. اول حاجه بعملها لازم اعمل كاس للتربه جيولوجيكال بروفايل، اعرف على طول مسار النفق ايه شكل طبقات التربه اللي عندي وايه منسوب المياه الجوفيه، ده عشان كل نوع تربه بيبقى له نوع كتر هيد او الوجه القاطع بتاع المكنه، لان المكنه بيبقى لها وجه وبيبقى لها جسم المكنه، فالوجه القاطع اللي هيقطع في التربه هيختلف اذا كانت التربه متماسكه او التربه رمليه او التربه طينيه. كمان الاحتكاك ما بين جسم المواسير وما بين التربه بيختلف من انواع التربه المختلفه، فلازم اعرف اهم حاجه عندي اعرف الجسات كافيه بعدد كافي للتربه عشان اعرف ايه هي مواصفات التربه اللي انا همشي فيها. وبعد كده بعمل الجوب سايت ريفيو وبعمل الشفط سيت اب. انا نفذت طبعا الشفطات زي ما قلنا في الاول طريقه تنفيذ الشفط. هناخد خطوه خطوه نتكلم ايه عليها. ده اللي هو ايه جيولوجيكال بروفايل. لو عندي خط دفع نفعي اللي هو باللون الابيض اللي ماشي ده، الخط ده بقى هعمله بنظام البايب جاكينج، هعمل غرفه على ضفه النهر وغرفه على ضفه النهر الثاني وهبدا انفذ الايه الخط. فيبقى لازم اعرف تسلسل طبقات التربه فيها جزء طينه وجزء رمله وجزء جرافل، اذا كان في جزء صخري لازم اعمل جسات للتربه كويس جدا. ولو عندي مجرى مائي انا همشي من تحتيه، لازم الكراون ليفل بتاع النفق اللي هو اعلى منسوب في النفق، اعلى منسوب في النفق اللي انا هنفذه يكون اوطى من قاع المجرى المائي بمقدار 2D، يعني ضعف القطر بتاع النفق. لو عندي قطر النفق ده دي يبقى لازم في اوفر بيردن، يعني كمية ردم أو تراب فوق كمية تربة فوق جسم النفق بمقدار ضعف قطر النفق، ده مينيمم. هو في مواصفات وزارة الري بتقول إيه متر ونص، ده ساتسفايد أو كفاية بالنسبة لوزارة الري عشان يدوني تصريح أعمل النفق وما يحصلش سكورنج للقاع، بالنسبة لهم هم بيقولوا متر ونص. لكن بالنسبة لمواصفات الماكينات ما ينفعش المتر ونص، بيكون غير كافي لو قطر النفق عندي زاد عن متر. لو قطر النفق 80 سنتي بيبقى المتر ونص تقريبا 2D، اما لو قطر النفق عندي 2 متر يبقى لازم يكون الكراون بتاع النفق اوطى من قاع المجرى المائي بحوالي 4 متر، يعني ايه 2D. دي طبقات التربه المختلفه، وده تسلسل طبقات التربة. وبيقول لك هنا في نوعين من المكن، نوع اسمه سلاري ماشين وهنقول يعني ايه سلاري بعد شوية، وفي نوع اسمه EBB اللي هو الارث بريشر بالانس. نوع المكن اللي هو EBB بينفع في نوع معين من التربة اللي هو الكلي والسيلت كلي، يعني التربة لما لو عندي كلي او سيلتي او سيلت او سيلت كلي ممكن بستخدم المكن اللي هو من نوع EBB. لو التربه رمليه او سيلت بيور سيلت او ساند او جرافل او خليط بستخدم نوع تاني اسمه سلاري. سلاري ده اللي هو يعني ايه، بمعنى ان انا بروب التربه بضخ ميه في التربه وبعدين بسحب الروبه اللي هو الميه بالتربه، يعني بعد ما فاتت التربه وهي فيها كميه الميه الكبيره اللي انا ضختها برجع اسحبها تاني في صوره سائل روبه اسمه سلاري. سلاري يعني ايه روبه. ف
فيبقى المكن اللي هو بيشتغل بنظام السلاري ده بينفع في نوع معين من التربه، المكن اللي هو اسمه بيشتغل على توازن ضغط التربه الايرث بريشر بالانس، ده المكن ده بيستخدم في نوع التربه اللي هو الكلي. فاول حاجه طبعا زي ما فهمنا لازم اعمل ايه جيولوجيكال بروفايل كويس، واجيب التدرج الحبيبي بتاع التربه واقول التربه من النوع ده، طيب يبقى انا عندي ايه هقرر استخدم انهي مكنه، هنا الاي بي بي شيلد وهنا اسلاري ايه شيلد في المجال ده من التربه وده في المجال ده من التربه. يبقى هنا عرفنا قيمه الجسات اللي بتتعمل، ما ينفعش ابدا انفذ اي بايب جاكينج من غير ما يكون عندي بروفايل كامل للتربه على طول مسار النفق اللي انا ايه بنفذه. كل ما كان عدد الكسات كفايه كل ما هيبقى الريسك فاكتور اقل، يعني انا ما جازفش وانزل مكنه بملايين تحت الارض وفاجئ ان في نوع تربه اتغير، كان محتاج نوع قطر مختلف او كان محتاج اضافات تضاف على القطر زي الكاتنج ويل او تيفر او اي حاجه ثانيه تضاف للمكنه، يبقى كان لازم اقرر قبل ما انزل المكنه، لان المكنه ديت وان واي باتجاه واحد ما بترجعش، يعني ما فيهاش مرشدين، المكنه دي بتمشي في اتجاه واحد، طالما وانس انها مشيت ما بقدرش اسحبها ثاني وارجع في كلامي، يبقى لازم اعمل دراسات سويل ميكانكس عاليه جدا عشان اقدر احدد انا هنزل بانهي مكنه وبانهي قطر وبانهي تولز، وبجهز كميه كبيره من الاكويبمنت اللي انا هقدر ممكن محتمل ان انا احتاجها. يبقى هنا الريسك مانجمنت هنا مهم جدا في شغل الانفاق. فادي انواع المكن المختلفه، انواع المكن المختلفه بيتدرج بدايه من الاوبن فيس ماشين اللي هو على اليمين قوي ده اوبن فيس ماشين، والتربه طينه متماسكه، فبركب باكهو او راس حفار صغيره بجاكات، الراس الحفار ديت بتقطع في التربه وبترجع لي التربه ورا، بحمل التربه اللي طالعه ورا دي في سكبات، والناس بتسحبها مانوال او عن طريق ونش بحاري، بتتسحب السكيب ده وبيطلع بيطلع لي التربه. هنا انا استخدمت مكنه ذات وجه مفتوح اللي هو بيسموها اوبن فيس ماشين. الاوبن فيس دي بستخدمها امتى؟ زي ما قلنا لما يكون مفيش ميه جوفيه. دي اوبن فيس ماشين بس لو التربه متحجره او صخريه. فبركب حاجه اسمها الرود هيدر. الرود هيدر ده بيلف 360 درجه. يعني بيمسح الكروس سكشن بالكامل بتاع المكنه عشان يقطع يفتت التربه، وبرضه احمل التربه دي وارجعها واطلعها من غرفه الدفع. ده النوع اللي قلنا عليه الاي بي بي ماشين اللي هو ايرث بريشر بالانس ماشين، بحفر فيه عن طريق حاجه اسمها سكرو. السكرو المايل ده عباره عن وسيله لنقل التربه من بره المكنه الى جوه المكنه، لان هنا في كراشنج شامبر، الكراشنج شامبر دي مغلقه تماما ما بتفوتش اي ميه تخش جوه النفق، لكن بتفوت التربه من خلال الايه السكرو او الحلزونه دي. الشكل الحلزوني ده يعني الزملاء اللي هم يعني شافوا حاجه اسمها الطنبور في الارياف بينقلوا اللي هو بينقل الميه مثلا او اي ايه السكرو لنقل الغلال او نقل اي حاجه، ده بينقل الغلال بيرفعها من تحت، يبقى منسوب المقدمه بتاعه السكرو ده تحت هنا، والكاتنج تولز ديت في كاتنج تولز في الهيد بتاع المكنه، الجزء الاحمر ده هيد المكنه ومتركب فيه الباكتس اللي هي كاتنج تولز اللي هي باللون الازرق دي، بتقطع في التربه وبتحولها لاجزاء صغيره، الاجزاء ديت السكرو بتيجي على السكرو، السكرو يرفعها وبعدين ينزلها على حاجه اسمها ايه بيلت كونفير او السير الناقل. السير الناقل ده بيرمي التربه اللي طالعه على السكيب الاصفر ده. السكيب ده زي عربيه بعجل جوه النفق، والعربيه بعجل دي مرتبطه بواير، الواير ده في ونش في غرفه الدفع بيسحب السكيب ده وبعدين بيطلع بالونش فوق عن طريق الونش
موبايل وينش فوق بيشيل السكيب بالتربه يفضيه وينزل السكيب تاني وهكذا. يبقى ده الايرث بريشر بالانس ماشين، ودي كلوزد فيس برضه. اما ديت الاثنين دولت اوبن فيس. هنا المكنه الثانيه اللي هي كلوزد فيس اللي بنقول عليها سلاري. سلاري ماشين اللي هو دي هنا في نوزلز او فتحات، النوزل دي متوصله بهاي بريشر بامب بتضخ ميه بضغط عالي. اما بتضخ الميه بضغط عالي مع القطر ده بيلف فبيقطع التربه. اما بيقطع التربه بتتحول الى روبه مع وجود الميه، فبتتسحب الميه بالتربه ديت اللي هو الروبه يعني، بتتسحب وتخش جوه النفق وبطريقه معينه هنشوفها بعد كده للتخلص من الروبه، وبرجع الميه استخدمها. يبقى دولت انواع المكن حسب وجه المكن نفسه وحسب التكنيك بتاع المكن. تاني حاجه بقى بعملها اللي هو ايه الجوب سايت اوفر فيو، اللي هو ببدا اعمل سيت اب للشافت اللي هو الجاكينج شافت، بعمل له ايه سيت اب، هنمشي بقيه الخطوات عشان نوصل للخطوه اللي احنا ادي الايه ستوب. حضراتكم ادي الجاكينج ايه شافت، ده بياره الدفع، بياره الدفع. والشكل اللي احنا قدامنا ده المعرج ده عباره عن شيت بايل، يعني البياره دي متنفذه بنظام الشيت بايل. وبعدين ده الجاكينج ريك او محطة الدفع الرئيسية، بيبقى هنا عبارة عن أربع جاكات، لأن المكنة ديت في الغالب قطرها 2 متر يعني 2000 ملي أو 2250 ملي أو 2500 ملي. لحد القطر ده بستخدم هنا في الغالب أربع جاكات حسب طول النفق. فالأربع جاكات دولت عشان ينقلوا الفورس ما ينفعش أنقلها مباشرة على الشيت بايل اللي موجود ده. فبعمل ايه؟ بصب هنا السارستول اللي هو حائط الصد. السارستول ده الحائط خرساني يتحمل الجاكينج فورس اللي هتيجي من الرياكشن اللي هيجي من الجاكات. الاربع جاكات دولت لو كل جاك بيدي رياكشن سي 350 طن هيبقى ايه 1400 طن جايين على الحيطه دي، فلازم احسب الحيطه اللي تتحمل هذه الفورس وبصبها وبثبت الجاكينج بليت وبحط فيه الجاكات قبل ما انزل المكنه. واللي فوق ده الكنترول روم اللي بيتحكم في حركه المكنه بالكامل، بيبقى اوبريتور واقف هنا، مفيش اوبريتور تحت في المكنه، الاوبريتور واقف هنا وقدامه كنترول بانل بيتحكم في حركه الماكينه بالكامل من فوق، كل حركات المكنه من فوق من هنا. وادي الجزء الاصفر ده اسمه سيباريشن بلانت، لان المكنه ديت من النوع السلاري هيطلع فيها الميه بالروبه، افصل الروبه وافصل التراب لوحدها وارجع اعيد استخدام الميه تاني، وبرص المواسير في الجنب زي ما احنا شايفين. يبقى عندي الونش وعندي السيباريشن بلانت وعندي الكنترول روم وعندي ماكينه ضخ البنتونايت، الجزء الاصفر الصغير ده ماكينه ضخ البنتونايت. والترومبه الصغيره الخضر ديت اسمها ايه سلاري بامب. والجزء الازرق اللي فوق ده اللي اسمها الفيد بامب اللي هو ايه ترومبه ضخ الميه البيور، ودي ترومبه سحب الروبه بعد تفتيت التربه. هنمشي برضو دي مجموعه صور من واقع من الطبيعه. بعمل بقى طبعا سيت اب للايه للشافت. انا عندي الشافت ده كان ايه شافت خرسانه بريكاست وحصل له ويت سينكينج يعني اتغوص. بعد ما اتغوص بصب القواعد اللي هيتعمل عليها الكرادل، الجزء الاصفر ده اسمه الكرادل اللي هو المهد او الشاسيه اللي بتتحط عليه المكنه. فالكرادل ده عشان يتحط بقى ايه بصب له مخدات من الخرسانه ومخدات على اليمين وعلى الشمال اللي هيتحط عليها اللي هو السلاري بامب، ويتحط عليها بقيه المحتويات الغرفه. وديت محطه الدفع الرئيسيه عباره عن جاكين بس،
لان هنا النفق كان قطره متر ونص او متر و80، بيبقوا عباره عن جاكين اتنين مش اربعه زي اللي احنا شفناها اللي فات. وسلس طول برضو ورا لازم وتر، من لان الشافت ده دائري، فما والجاكينج فريم ده مستقيم، فلازم اصب خرسانه مستقيمه هنا ورا اللي بنسميها ايه، حائط الصد او الجاكينج ايه فورس. الجهه المقابله بعمل حاجه اسمها رابر سيل، لان المكنه وهي طالعه هتبدا ايه تحفر في التر في الحائط بتاع الخرسانه بتاع الشافت، وبعدين تحفر في التربه نفسها. اول ما لاحظت خروجها من النفق، المكنه وهي خارجه من النفق احتمال كبير قوي هيخش ميه عندي هنا يملا الشافت ويغرق كل المعدات بتاعتي والناس، فبركب حاجه اسمها رابر سيل. في دي فتحه النفق اسمها تانل اي، الفتحه دي بصب فيها جزء خرساني، والجزء الخرساني ده بركب عليه ستيل رينج. الستيل رينج ديت عباره عن جزئين ما بينهم رابر سيل. الرابر سيل ده وظيفته ان لما المكنه تخش فيه يمنع دخول الميه من خارج الشافت الى داخل الشافت. ادي شكل الرابر سيل اهوت. لو ديت فتحه النفق ودي المكنه، ده جزء الاصفر جسم المكنه، والجزء الاحمر اللي هو الراس القاطع بتاع المكنه. فالراس القطع ده بدا يخش في التربه وكل جزء من الخرسانه بتاعه جدار الشافت. بعد وهو هيدخل هيخترق الشافت، ولو اخترق الشافت الميه هتخش كده، فلازم اركب الرابر سيل. ده قطاع في الرابر سيل. لو عندي الميه بسيطه بركب ايه وان ليب، يعني لسان واحد بس، او عباره عن رابر سيل بخط دفاع واحد. لو كمية المية كبيرة والشفط عميق فبيبقى فيه ضغط مية جوفية عالي، فبستخدم دبل ليب رابر سي. الدبل ليب ده بيمنع المية اكتر من ده. يبقى اذا المكنة وهي داخلة بتعمل الشكل ده في الايه، في الرابر سيل، اللي هو بيبقى قطره اصغر من قطر المكنة عشان المكنة ايه تبدأ تزق وتعمل فيه الشكل ده. بده شكل ايه الرابر سي. وادي انا عملت بقى سيت اب كامل اهو، والمهندس بيشيك بنفسه على المكنه ومع مهندس المساحه ان المناسيب بتاعه الكرادل اللي هو الجزء الحامل للمكنه اللي تحت الفريم ده محطوط على منسوب بالظبط بتاع الانفيرت بتاع النفق. الانفيرت ليفل في عند غرفه الشافت مثلا سي ماينس 10 متر و34 سم، لازم بالظبط بظبط المكنه على الليفل المطلوب. وبيبدا هو دلوقتي عمل التانل اي، الحيطه دي اللي هي المستقيمه دي، عشان تحول الشكل الدائري لجزء مستقيم واركب فيه التانل اي. والتانل اي بركب فيه الريج اللي هو الرينج ستيل دي، وجواها الرابر اللي هو باللون الاسود، والناس بتظبط اهوت الليفل. والونش ده شايل المكنه، شايل المكنه من اربع نقط هنا زي دول الاربعه هوك دولت. بعد ما بنزل المكنه بتتفك عشان يبقى جزء جسم المكنه من فوق املس تماما، مفيش اي عوائق عشان وهي داخله التربه اي مسمار ولو صغير هنا بيعمل ايه عق، فبيرجع يشيل الهوكات دي اللي هي متشاله بيها المكنه بعد ما بينزل المكنه ويظبطها. يبقى انا هنا عملت سيت اب، ركبت ترومبه السحب السلاري، ركبت التانل اي والرابر سيل، نزلت المكنه على المنسوب، ظبطت الجاكات بتاعه المكنه، عملت التوصيلات من المكنه للكنترول الروم اللي هتنقل الداتا وهتنقل ضغط الزيت بتاع الجاكات وهتنقل كل ما يخص المكنه الى الكنترول روم فوق. ده اسمه سيت اب، شافت سيت اب. عملت انا ايه سيت اب كامل للشافت. ادي ايه الشكل المكنه من الظهر المكنه، وادي حائط الصد. حائط الصد اللي هو استرست ايه استرست وول ورا برضو اللي هو بيتحمل الرياكشن فورس بتاع الجاكات دي. الجاكات هي بدات تزق، يعني الجاكات دي مفتوحه، جزء اللي هو النيكل كروم ده مفتوح، لان الجاك ده وهو مقفول بيبقى كله الاصفر ده هنا.
فاما بيبدا يتفرد الجاك بيبان فيه جزء النيكل كروم اللي هنا اللي احنا ايه شايفينه. فاذا ده شكل الشفط، والمهندس اللي هو كان واقف هنا اهوت بيشيك برضه بنفسه على كل جزئيه في المكنه، لان نظام البايب جاكينج او لان المكنه ديت لا يقل عن ايه 20 25 مليون 30 مليون تحت الارض. ما ينفعش ان انا انزلها وفي 1% نسبه خطا، لازم يكون الكواليتي اعلى ما يمكن، الليفلز مظبوطه اعلى ما يمكن، كل حاجه تتشيك عليها ايه بنفسك كمهندس. ما ينفعش تاخد ايه اوكي من اي حد تاني. طب بعد ما بتاخد الاوكي من الفورمان او من مهندس المساحه او مهندس الميكانيكا اللي بيظبط الكلام ده كله او مهندس الكهرباء، بيبقى في تيم ورك شغال معاك، كان الكهرباء او الميكانيكا او المساحه كل دول شغالين معاك، بس انت لازم بتنزل تعمل تشيك بنفسك. بعد كده بيبدا الجاكات دي بتتفرد، وبشغل المكنه ان انا كلت التانل اي ودخل جزء المكنه اهوت في التربه بنجاح، ومفيش ميه دخلت لي جوه الشفط. يبقى دي بدايه خروج المكنه من النفق. بفضل بقى ايه، طبعا في نظام توجيه هنقول لكم ايه بعد كده عليه. ده شكل المكنه من جوه، يعني واحد هيقول لي المكنه دي بتتوجه ازاي، في نظام التوجيه جاي بعد كده عند حضراتكم. بعد كده اللي هو ايه الانجينيرنج زي ما قلنا، اللي هو المناسيب، مناسيب الدخول ومناسيب الخروج، وبغذي كل الكلام ده هو في الكنترول بانل، بقول له النفق ده هيبدا من ليفل كذا هينتهي في ليفل كذا، وبظبط اللاين والليفل. يعني عندي حاجتين دايما بظبطهم في النفق، اللي هو الاتجاه والمنسوب. الاتجاه والمنسوب كل الداتا اللازمه للنفق من اول يوم بغذيها للكنترول بانل، عشان وانا ماشي لو حصل اي ديفيشن اقدر اتحكم فيه بسرعه، لان طبعا الديفيشن ما ينفعش يزيد عن حد معين. بعد كده ادي ايه شكل المكنه ايه من الداخل. من ضمن الانجينيرنج بتاعي ان انا ايه بعمل تشيك ليست. المهندس الميكانيكا بيشيك لي على كل ترس وعلى كل باكت وعلى كل حاجه جوه المكنه. بعمل التشيك ليست دوت في مجموعه لوحات كهربائيه، في مجموعه جاكات، في ستيرنج جاك جوه المكنه نفسها، في المواسير السلاري ومواسير الفيد، كل حاجه في المكنه بعمل تشيك عليها من كل واحد ايه متخصص معايا في التيم ورك بتاعي. ادي شكل المواسير الفيد اللي باللون الازرق، ودي شكل المواسير الديستشارج اللي هو السلاري اللي باللون الاخضر، ودي كراشنج روم اللي هو غرفه تكسير التربه. وكل حاجه في المكنه زي ما قلنا ده وظيفه ان انا ايه بشيك عليها. في حاجه اسمها ان هوت الايه الليزر، الجزء ده اسمه التارجت، الجزء المتعلق في جسم المكنه من جوه ده عباره اللي هو الظل بتاعه باين على جسم المكنه ده، الجزء ده اسمه ايه التارجت. بيقع عليه شعاع الليزر عشان يقول لي الوجه بتاع المكنه رايح فين في كل لحظه من لحظات ايه النفق. معلش بس بقفل الرسائل دي. يبقى عرفنا الايه التارجت، وشيكنا على كل مكونات المكنه وغرفه الدفع والكنترول روم او الاوبريتور اللي واقف قدام الكنترول ده اسمه ايه الاوبريتور اللي هو المشغل بتاع المكنه. وادي شكل ايه خطوط، خط المواسير الكبير ده بيبقى 6 بوصه، خط الفيد وخط السلاري، وهنا الخراطيم اللي بتوصل للجاكات اللي جوه المكنه، والخراطيم اللي على الجنب ديت خراطيم ضخ البنتونايت.
يبقى كل ماسوره فيها ثلاث فتحات، كل ماسوره فيها ثلاث فتحات، بس مش بوصلهم كلهم بخراطيم، ممكن بوصل ماسوره و او ماسوره لا، او ماسوره او ماسورتين لا، حسب الفريكشن بتاع التربه وكميه البنتونيت اللي انا هحتاجها. وادي ايه الوجه القطع بتاع المكنه مع نوع التربه، كل نوع تربه بيبقى له وجه قطع مناسب له اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. وادي وجه قاطع بتاع المكنه، وديت التولز اللي هي الباكتس اللي بتقطع في التربه مناسبه لهذا النوع من التربه. وهنا هو لو جرافل يبقى شكله ايه، برضو التربه المكنه بدات تبقى مقفوله شويه، يعني المكنه اللي فات كان ايه نسبه الفتحات اكبر، اما هنا مقفوله شويه. في الصخر بقى هنا المكنه مقفوله ايه تماما، وديت عباره عن عجل فدي، فدي الماس بيقطع في الصخر ده، كل الاسود ده عباره عن فدي كاتنج ويلز، دي بتقطع التربه دي مهما كانت ايه صلابتها، بس طبعا هي لها حدود معينه لحد 60 ميجا باسكال تقريبا اقدر اقطع في التربه. يعني لو جهد التربه ديت 600 كيلو جرام على السنتيمتر المربع ممكن المكنه تاكل فيه عادي، لو خرسانه عاديه طبعا ما تاكل فيه عادي، بس الا اذا كان في حديد، ده هو المشكله الكبيره ان لو قابلنا حديد تسليح جوه الخرسانه او جوه التربه نفسها. باشمهندس محمد الوقت معانا فاضل قد ايه كده؟ الو الو باشمهندس محمد، ده شكل السيبريشن بلانت وشكل خطوط الخضراء اللي باللون الاخضر دي خطوط مواسير، بيبقى قطرها 150 مللي زي ما قلنا اللي هي 6 بوصه، في النفق اللي هو بيبقى قطره لحد 2 متر ونص، والخط الازرق ده خط الفيد اللي هو بيغذي بالميه النظيفه، والجزء ده اللي هو الديسندر او السيبريشن بلانت وظيفته ايه؟ ان هو بتطلع له الروبه فوق وبتنزل على مجموعه من السيفز بتفصل التربه عن الميه، وبتنزل الميه تاني في خزان ميه هنا، برجع عيد استخدام الميه تاني واضخها جوه النفق. يبقى طلعت لي الروبه وبضخ ميه ايه تاني. وهنا بحتاج اضخ بنتونايت عشان اقلل الفريكشن ما بين جسم النفق وما بين التربه، وهنا الاوبريتور اللي بيتحكم في كل ده، كميه الميه وكميه الروبه وكميه البنتونايت، كمية ضغط الزيت وكل حاجة بتحكم فيها، الليفل الالايمنت، كل حاجة الاوبريتور ده بيبقى عينه على النفق 24 ساعة، يعني بيغير مع واحد زميل له شيفت 12 و 12 او 8 و 8 زي ايه نظام العمل. وادي شكل السيفز اللي هو المناخل، مجموعة المناخل اللي بتفصل الروبة عن الميه. المهندس محمد حنفي معايا؟ طيب النظام بقى الديزاين بتاع النفق نفسه، النفق ده بيقاوم ايه؟ مهندس محمد حنفي؟ زي ما احنا شايفين ده المثلث بتاع ده الارث بريشر، الارث بريشر، وهنا لو ده منسوب الميه الجوفيه الجراوند ووتر ليفل بيبقى ده منسوب المثلث بتاع ضغط الميه، ادي مثلث ضغط الميه وده مثلث ضغط التربه، الاثنين بيكونوا الترابيزويدال هنا شبه منحرف ده على المساحه الدائريه بتاعه الكتر هيد، بيعملوا ضغط اللي هو بيرنج فورس اللي مقابله الوجه ده.
بالاضافه الى الفريكشن ما بين جسم المكنه وجسم المواسير على كامل طول النفق، بجيب محيط النفق وبضربه في الكوفيشنت بتاع الفريكشن بتاع التربه مع علاقه مع الهايت مع الدبس بتاع النفق، بقدر احسب الفريكشن اللي على جسم النفق. يبقى اجمع الفريكشن مع القوه اللي على الفيس اللي هو الفيس بريشر مع الفريكشن بريشر، بجمع الاثنين دولت، يبقى لازم اقاومهم بايه؟ بالجاكينج فريم او المين جاكينج ستيشن اللي جوه غرفه الدفع. طيب لو القوه ديت المقاومه ديت اكبر من قوه الجاكات، فبضطر استخدم حاجه اسمها ايه؟ انترميديت جاك ستيشن، بستخدم محطات دفع ايه؟ متوسطه. يبقى ده الانجينيرنج اللي ازاي انا بحسب الفورس اللي على النفق. دكتور محمد معايا؟ دكتور اهي يا دكتور. اه بارك الله فيك يا باقي قد دكتور. ايه؟ باقي احنا قد ايه ممكن دلوقتي؟ بص دكتور، هو الو؟ الاكونت بريميوم الوقت مفتوح تمام، يعني تمام. احنا بس 10 دقائق 10 دقائق وممكن نفتح الدسكشن عشان لو في اي اسئله يبقى طيب الناس كلها يا ريت نفتح كلها يعني عشان الدسكشن ما لحد تقل في كده اللي عشان فات. الكمية المعلومات اللي فاتت ايه تمام نفتح بس الدسكشن دلوقتي ولا كمان 10 دقائق 9 ونص بالظبط؟ لا ممكن دلوقتي افضل. طيب اوكي، اتمنى بس الناس اللي عندها ممكن سؤال، ممكن في وسيلتين، ممكن يبقى عن طريق التشات او يعمل ريز هاند ويفتح الصوت دكتور بس عشان ما يحصلش تداخل مع الناس كلها يعني. لان العدد دلوقتي وصل 74 او 75 اه وانا كله هنشر اتكلم في وقت واحد هيبقى صعب جدا. اوكي يعني عنده بس هنعمل بس بريك ايه على ما الناس تبعت الاسئله. اوكي دقيقة بس، الناس ممكن تكتب أسئلتها على الزوم تشات تمام، إذا كان تايبنج وأيضا ندخل بصورة مباشرة انتراكشن مع حضرتك، بس هيبقى عن طريق الريز هاند. الناس تعمل فيه حاجة اسمها ريز هاند، يرفع بس انا تمام كل عشان يكلم الشاشه حضرتك عندي مباشرة انا مش عارف اشوف الريز هاند ازاي، لان انا ايه فاتح لا الشاشه لا يا اما اخرج هم من هم الباوربوينت. البارتيسيبانتس هم هيعمل. لا لا ما فيش مشكله، خلي حضرتك على الباوربوينت وهو المهندس مصطفى الهوست هيفتح لاي حد يعمل ريز هاند. استاذن المهندس مصطفى بس يعمل طب يا ريت يعني. المهندس مصطفى معانا، افتح المايك بتاع المهندس مصطفى كده عشان نسمعه. تمام يا فندم. هو بص حضرتك، هو دلوقتي اللي عايز يسال اي سؤال هو ممكن يعمل ان ميوت لنفسه تمام لحد ما نرجع تاني اوكي. طيب ماشي. انا حظي كويس يا دكتور ان انا يعني ان انا كنت النهارده في مشروع الصحاره اللي تحت قناه السويس، صحاره اللي هي المحسمة، بتودي ميه في المحسمه في اسماعيليه، صحارة اه مصر في المحسمة. المحسمه في اسماعيليه ده اه تحت قناه السويس الجديده والقديمه، وبتاخدها من الغرب للشرق، تمام. بتاخد المياه دي في شرق قناة السويس في محطة معالجة لمياه الصرف دي، عشان بعد كده بعد محطة المعالجة دي هيستخدموها في الريجيشن شرق قناة السويس في الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية. فالنهاردة تمام أنا كنت في المشروع، بس حاجة عملاقة جدا وحاجة ما شاء الله يعني، ده حظي إن الموضوع يعني اليوم النهاردة كان كل اليوم النهاردة في احنا كان الموقع. لنا الشرف يا باشمهندس محمد ان احنا ايه درسنا مشروع المحسمه ده في بدايته مع وزاره الري ومع الهيئه الهندسيه، وعندنا فكره بيه بالظبط كويسه إدارة جدا المياه في يعني. الحقيقة عملنا الهندسية. له عملنا له ايه دراسه، بس كان القرار ان هو يعني يروح لشركه معينه بناء طبعا على صحيح صحيح. مناقصه واسعار وكلام من ده. فالمهم ان احنا اشتركنا صحيح فيه صحيح، بس هو طبعا في البدايه. مشروع عملاق. تمام. صحيح يا دكتور صحيح. يا ريت أتمنى المهندس الناس مصطفى تعمل أن ميوت واللي عايز يسأل الدكتور. ينقل لنا الاسئله لو كان في حد له استفسار لحد ما وقفنا كده. الوقت قد ايه تمام دلوقتي يا باشمهندس؟ تمام يا دكتور، هو احنا بقى لنا ساعة ونص تقريبا يا دكتور. يسعد مساكم يا جماعة، اوكي الله يعطيكم العافية يا أهلا باشمهندس. بيك أهلا بيك. اتفضل يا جماعة. ممكن تعرف نفسك يا فندم؟ أنا عثمان عاشور من غزة من فلسطين بتابعك. أهلا بيك.
حبيبي الله يكرمك، أنا جدا مبسوط بإني أنا بشارككم كزملاء في مصر، جدا مبسوط بمعرفتكم وإنه أستفيد من خبرتكم. أهلا بيك يا كنت فندم. حابب أسأل، أنا بالمناسبة مهندس معماري فريش آه جراديويت، أهلا كنت وسهلا. حابب أعرف إيش دور أو شو دور المهندس المعماري في الكونستراكشن تكنولوجي اللي انت حكيته، الكلام العظيم اللي انت حكيته. بالمناسبه هذا يعني الانترستد اريا تبعتي، ف يعني ممكن انا في لقدام اعمل فيها مثلا يعني دراسات عليا وكذا، فكنت حابب اعرف ايش دور المهندس المعماري من هذا الكلام، وفي شو ممكن انا اتخصص من هذا الكلام. هو الحقيقه دور المهندس المعماري بيبان اكتر في انفاق اللي هو الرود تانل اللي هو نفق السيارات، او الريل تانل اللي هو نفق السكه الحديد او المترو، او النفق بتاع المشاة. يعني ممكن النفق الطريقه دي بستخدمها اعمل انفاق للمشاة، فطالما الناس هتمشي جوه النفق وتعدي من جهه لجهه، او عندي طريق اوتوستراد وما فيهوش اشارات والمشاة لازم يعدوا من تحت من خلال نفق، فبنفذ النفق ده، بنفذ النفق المشاة، والفينيشنج بتاع النفق من جوه بيبقى المهندس المعماري هو المسؤول عن الشكل الجيومتري بتاع النفق من جوه، لان النفق ده يا فندم سوري عباره عن دايره زي ما انت شفت كده، النفق دائري، فما ينفعش الناس هتمشي على البيد الدائري بتاع جسم الماسوره، فلازم اعمل جزء تحت موضوع المعماري الوكابيلتي. هيعمل لي ايه، ووك واي واي جوه النفق، هيعمل لي جزء مسطح ان الناس تمشي عليه، ويعمل لي فنتيليشن سيستم. يعني المعماري برضو من ضمن وظائفه اللي بيدرس الاضاءه والتهويه ومسارات الحركه و راحة المشاة جوه النفق نفسه، وغرفة نزول النفق وغرفة طلوع من النفق ده كله. أما لو في نفق صرف صحي، لو الماسورة دي هيمشي فيها مية صرف صحي، فبالتالي المعماري هنا دوره مش موجود في أنفاق اليوتيليتيز، أنفاق اللي هي بتاعة الصرف، ما بيبقاش له دور فيها قد ما يبقى له دور في أنفاق المشاة وأنفاق السيارات وأنفاق السكة الحديد. تفضل فيه. حلو كتير، حلو كتير. طيب في عالم الكونستراكشن تكنولوجي بشكل عام، شو ممكن مثلا كمهندس معماري يتخصص غير اللي حضرتك تفضلت فيه، اللي هو موضوع الفينيشينج، موضوع اللي هو الوكابيليتي، موضوع انه كيف انا امشي الناس فيها، او حتى اعمله تهيئة للناس انه احنا طبعا في يستخدموه. كل المشاريع بنشرك المهندس المعماري، لو عندي هاي رايز بيلدنج، لو بعمل عماره ناطحه سحاب، بعمل مستشفى، بعمل استاد. طبعا الاستاد ده المعماري مهم فيه جدا، عشان بيراعي اتجاهات في البدايه خالص في تخطيط الاستاد، اتجاهات الريح واتجاهات الشمس، والمقاعد نفسها له طبعا. انت عندك كتاب اسمه نيفرت وسيفرت، نيفرت ده بيقول لك صحيح. النسب بتاعت ايه، مقاسات المقاعد، الفينيشنج، ارتفاع الدرجه بتاعت المدرج نفسه كام، ادي في الاستاديوم، في المستشفيات مساحه غرفه العمليات، مساحه غرفه استقبال المرضى، الحمامات لو فيها او ما فيهاش حمامات، الممرات بتبقى عرضها قد ايه في المدارس، الممرات يعني عرض الممر في المستشفى غير في مدرسة غير في مبنى سكني غير في فيلا غير في قصر. المعماري دوره كبير جدا في كل مشروعاتنا. حلو كتير، ممتاز، اتفضل. شكرا كتير لك، شكرا كتير لك يا باشمهندس. مساء الخير يا باشمهندس عادل. اهلا بيك. مهندس محمد سراج معاك. اهلا محمد بيه، ازيك يا فندم؟ ازيك؟ شرفنا. معلش برضه احنا سعادتك كبير. بنتكلم في وجود الاساتذه يعني وحضراتكم، بس ربنا يخليك. حملوني. اتفضل. حضرتك باشمهندس عادل، يا ريت تدي للناس فكره برضك عن تاريخ المايكرو تانلينج في مصر وقد ايه ان هو منتشر، بحيث ان الناس برضك ده تكنيك يا ريت كلنا نساعد فيه، نتيجه ان احنا عايزين ننتشر اكتر، نتيجه ان احنا ما نقعدش نحفر في الشوارع بتاعت البلد دي. حاضر حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم. طبعا
الدفع النفقي في مصر عمره حوالي 30 سنة تقريبا، يعني كان في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات كانوا حوالي شركتين أو ثلاثة فقط في جمهورية مصر العربية اللي بيشتغلوا دفع نفقي، وكان المكن كله طبعا مستورد، وحتى الأوبريتور نفسهم كانوا بيجوا من بره، وما كانش فيه أوبريتورز مصريين بالقدر الكافي، غير يمكن يعني يتعدوا على الأصابع يعني يمكن واحد منهم موجود لحد دلوقتي، وهو كان شغال مع الخواجات واشتغل اوبريتور، وهو النهارده بيصنع مكن. هو بقى النهارده وصل لدرجه ان هو اخترع مكنه لنفسه عملها بالكامل. دلوقتي عدد شركات الانفاق في مصر يمكن نقول وصلوا ل100 بس، اللي شغالين بمكن فولي كمبيوترايزد عدد برضو قليل، ما هواش العدد الكافي. ليه بقى؟ لان اصلا النظام في مصر لسه الناس بتميل للاوبن كات، يقول لك لا سعر الحفر النفقي اغلى من سعر الاوبن كات، بيبص على التكلفه اللي هي الدايركت، ما بيبصش على التكلفه اللي هي الاندايركت. لان انا زي ما قلنا لما بعمل اوبن كات وبزحم الطريق والناس بتتعطل حركتهم، شوف حجم البنزين على الاقل اللي بيستهلك قد ايه، والبنزين ده كان مدعم طبعا، الدوله كانت بتغرم والمواطن بيغرم وقته، محدش بيحسب عطلة الوقت ده اللي هو طبعا محدش بيحسب التكلفة الإجمالية. لو حسبت التكلفة الإجمالية على الدولة هتلاقي البايب جاكينج أرخص في الداخل. فلذلك لازم نتوسع في تنفيذ الخطوط بالدفع النفقي في بلاد استحالة يعمل اوبن كات دلوقتي، طالما عمل طريق مش ممكن يحفر فيه تاني، بيوصي باستخدام النظام، حتى في الخليج بيقولوا عليها نظام الثقب. النظام ده نفذناه في جدة وفي المدينة المنورة، وطبعا مستخدم في الدوحة ومستخدم في معظم دول الخليج وفي عمان، و في دول كتير بقى الكود بتاعها دلوقتي بيوصي بعدم قطع اسفلت طالما ايه نفذته، لان كل الطرق هتبقى تتحول الى طرق حره، زي ما احنا في مصر دلوقتي اتجاه التطوير في البلد هنا ان احنا حولنا كل الطرق الى طرق سريعه. ممنوع ان انا ايه بتتعمل دلوقتي محاور سريعه، يبقى اذا لازم نلجا لطريقه الدفع النفقي، وعشان كده لازم ازود عدد الناس اللي هم فاهمين في هذه الصنعه. ماشي يا باشمهندس محمد؟ تمام يا ريس، ربنا يخليك يا دكتور. اتفضل. السلام عليكم. في حاجه مكتوبه على الشات تانية؟ ايوه يا فندم، مين معايا؟ عادل معاك باشمهندس انطونيو. ايوه يا باشمهندس انطونيو، اهلا بيك. احنا بنشكرك الاول على ان انت كنت سبب في هذا الجمع الجميل، او من المهندسين اللي انا بشرف ان انا بتكلم قدامهم، سواء زمايلي او الاساتذه بتوعي او ابنائي اللي هم الحديث التخرج، وانا وانت كنت السبب في هذا الموضوع يعني. فضل. احنا اللي بنشكر سعادتك على وقتك اللي انت فضيته لنا وعلى دعمك للمبادره. طبعا انا متابع المحاضره من اولها لاخرها، والعلم اللي حضرتك قلته انا مستفيد بيه جدا، يعني انا ميكانيكا فمتابع الجزء الاخير اللي هو بتاع الشفتات والجزء بتاع المعده ذات نفسها، والأغلبية طبعا مدني. انا دخلت بس عشان مش عايز اضيع وقت الزملاء العزيزين سألوا، انا حبيت اشكر سعادتك واشكر القائمين بي اي ام ريبيا على نقل المحاضره ديت، واتمنى ان احنا يعني نستمر. انا من اسعد الناس واكثر الناس حظا بمعرفه سعادتك، وان انا يعني نفسي اسمعك اكتر من كده، وطبعا فرحت لما يبقى ليها استكمال محاضره ثانيه. اسمح لنا لحضرتك وللزملاء تحيه الباشمهندس هاني ضاحي والنقابه كلها، النقابه العامه للمهندسين. يمكن حضرتك ممكن في الحضور في ناس انا اعرفهم لان هم زملاء لينا في المجلس، زي الباشمهندس مايكل البنداري او الباشمهندس عادل يونان من لجنه التدريب في النقابه العامه، وكان في الباشمهندس محمد الديب من انا. عايز اقول حقيقة ان احنا تقريبا كلنا في النقابه، الدكتور وليد، الدكتور وليد حتى مشرفنا، احنا بنرحب بيه وليد الملاحي طبعا طبعا. يعني المهندس مايكل، عايز اتحدى ان انا قعدت اقرا الاسامي
فانا ما إقامات كبيرة جدا معانا يعني، واحنا بنشكره. والمهندس محمد عبد الغني موجود معانا في مجموعة كبيرة جدا، شرف والمهندسة شرف علا. كبير جدا. أهلا وسهلا. احنا كلنا بنشكر سعادتك، وفي أنا انتظار عفو يا المحاضرة فندم. التانية. احنا هنعلن برضو عنها زي ما احنا اعلنا عن دي، عن طريق الواتساب للناس المشتركة تمام. معانا، او عن طريق الصفحات بتاعتنا. الواتساب هيلاقوا الرقم اوريدي موجود على طول على صفحة اللجنة، او على رقم او على الصفحة عندي، بيبعتوا لنا بس رسالة فيها الاسم والتخصص، وبتوصلهم كل حاجة بتحصل جديدة اول باول. اتمنى من بي اي ام اريبيا ان هم يبعتوا لنا تسجيل المحاضرة، وهنطلعه ونبعته للناس برضه. معانا برضه حمدي بيه زيتون، رئيس جهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي في اهلا وسهلا. ومعانا زملاء كتير جدا يعني، بنتشرف بيهم ووجودهم معانا. وعاوز اقول برضه لحضراتكم ان الطريقه اللي انا بشرحها دي اسمها بايب جاكينج. في طرق دفع نفقي، في طرق ترنشلس تكنولوجي تانيه اسمها ايه، الدفع الافقي الموجه اللي بنقول عليه دايركشنال هوريزونتال دريلينج، الاتش دي دي. الاتش دي دي المهندس محمد سراج اللي كان بيتكلم معانا من شويه متخصص في هذه النوعيه، واحنا بنطمع ان هو ان شاء الله يجهز لنا محاضره في الاتش دي دي، لان اللي انا بقوله ده كله اسمه بايب جاكي. في نظام تاني خالص، فالمهندس محمد يعني ناخد منه وعد دلوقتي على الهوا ان هو هيدينا محاضره في الاتش دي دي اللي هو متخصص فيه وشغاله بايده. انا اتطلب من الرشون سعادتك. وعندنا برضو معانا المهندس حسن زكريا يا فندم، ده متخصص في الريبير. طب احنا لسه هنسال اسئله، اللي خط المواسير اللي تنفذ بالدفع النفق ده، لو بعد كده حصل فيه كراك او دامج او حصل فيه اي حاجه، او في خط مواسير قديم متنفذ بطريقه الاوبن كات بس بقاله 50 سنه وحصل فيه اي عيوب، عشان اصلحها مش معقوله برضه احفر الشارع، انا عاوز اصلحها برضه بنظام الترنشلس تكنولوجي. فالريبير باستخدام الترنشلس تكنولوجي، حتى الريبير برضه المتخصص فيه المهندس حسن زكريا، هو وعدنا تقريبا في ال 90% هيبقى يوم الاربع اللي جاي المهندس حسن هيدينا محاضره في طريقه اصلاح الخطوط باستخدام بدون حفر يعني بالترنشلس. في مكان باشمهندس عادل، المهندس حسن معانا. اهلا بيك، اهلا بيك يا فندم باشمهندس عادل. اشكرك طبعا حسن على المحاضره القيمه استاذنا. يعني انا طبعا سايب تحديد الميعاد للبشمهندس محمد المهندس والمنظمين، لكن انا جاهز ان شاء الله. يا ريت المهندس انطونيو والمهندس محمد حنفي يرتبوا بقى مع بعض المواعيد. ناصر، ما هو ناصر لو هيشتغل هنعرف، مش هيشتغل خلاص. تمام يا فندم. احنا شرفنا طبعا في اي وقت التواصل مع الباشمهندس حسن، واسمح لي يا باشمهندس ان انا يعني هستدعي رقم سعادتك من دكتور عادل، وهتواصل مع سعادتك في التليفون على طول. تحت امركم. طبعا كل اساتذتنا اتمنى ان هم يشاركوا معانا في المبادره الهندسه حياه اللي اطلقتها النقابه العامه، فاتمنى ان اي حد من اساتذتنا المشاركين في الله يكرمكم، شرف لينا ان احنا نقدر نساهم بقدر بسيط في يعني نشر التكنولوجي دي. والحقيقة جت فرصة لأن احنا كنا بندور على عمل ندوات ومحاضرات، فجت يعني طبعا من ضمن صحيح ان احنا الحظر ده عامل علينا اضرار كتيرة، لكن يمكن الحمد لله، يمكن جت الحمد لله ان عندنا وقت اونلاين نقدر الناس تجتمع وتسمع على قدر الامكان، نقدر نديلهم حاجه مفيده ان شاء الله. انا عاوز استاذنكم في مهندس، احنا اولاد صغيرين بقى، باشمهندس انطونيو، في مهندس رافع ايده ريز هاند اهوت اسمه محمود عبد الرازق، هل عنده سؤال ممكن يتفضل بيه؟ السلام عليكم يا باشمهندس. المهندس محمود. انا معاك مهندس محمود عبد الرازق. اتفضل يا فندم تحت امرك. الله يبارك فيك. انا اول في المولون العرب طلع شمال الدلتا. اهلا وسهلا. الله يبارك حضرتك. وانا يعني عايز اعرف بس المحددات اللي بتحدد ابعاد غرفه الدفع والاستقبال. تمام. الطول والعرض. حلو قوي. سواء كانت اللي هي تبقى كيس دائري او مستطيل مثلا. وبالنسبه برضه القطر الماسوره اللي بنستخدمها.
وساعات برضو ساعات بنستخدم اللي هي بدل ما نستخدم الفاء للصرف الصحي، ساعات بنستخدمها للمرافق اللي نقل المواسير جواها فاروق، شبكات كهرباء تمام كفواريغ يعني. وساعات مثلا قطرها بيبقى على حسب قطرها بيمشي فيها كام فاروغ، مثلا مش كام خط مثلا يعني، تمام. ماشي جواها مواسير ولا ماشي جواها خط كهرباء هو غاز. السؤال ده مهم جدا وسؤال قيم قوي، وعاوزين نقول ايه حضرتك ان انا عاوز بس اخرج من ده عشان ايه اوري لك شكل الغرفة، لان من ضمن طبعا وظيفة المهندس المدني في بداية النفق قبل ما يعمل الشفط بيختار القطر بتاعه، واخد بال حضرتك؟ بيختار القطر بقى بناء على ايه؟ بناء على هجيب لحضرتك بس شكل الايه بلان للشفط. يعني مثلا شفط زي ده، الشاشة كده باينة قدامكم باشمهندس محمود؟ تمام تمام فندم شايفه. انت عارف الطول بتاع لو النفق الشفط ده دائري صح؟ تمام. الشفط ده دائري، انا عندي ايه اللي بيحسب بقى قطر الشفط؟ انا عندي طول الجاك، طول الجاك وهو مفتوح زائد طول المكنة، طول الجاك وهو مفتوح زائد طول المكنة، بجمع الطولين دولت وبرسم وتر في الظهر بتاعهم ووتر في الامام. الوتر ده لازم يكون طول الوتر بيساوي عرض الايه البليت اللي هو بتاع الجاكينج فريم دي، يعني مجموعة الجاكات ديت مجموعة في وراها جزء ايه استريت مستقيم. فبحسب الطول من الوتر ده للوتر ده، وبعدين برسم بحطه على الاوتوكاد وبرسم الدايره اللي بتحقق لي هذا ايه الطول ده، بقدر احسب الايه قطر الجاكينج شافت. في واحد يقول لك طب انا مش هنزل المكنه بالكامل، انا هطلع المكنه على جزئين، لان المكنه ديت الجزء الاصفر ده هو المكنه، شوف مكون من ثلاث ايه اجزاء، فممكن اطلع المكنه دي على اجزاء بس الجزئين الاماميين دولت مربوطين في بعض مش هيتفكوا، فانا بطلع المكنه على جزئين، بشوف الجزء الاولاني انه الاطول، اخد الجزء منهم الاطول واجمعه على طول الجاك، يبقى هو ده الطول بتاع الايه الوتر، وبرسم عليه دايره. ممكن بعد كده هرسم لحضرتك ايه جيومتريك شيب وبيبين ازاي بحسب قطر غرفه الدفن. غرفه الاستقبال بقى ما فيهاش جاكات بس جزء المكنة بس، يبقى لازم يحقق فيها ايه بتبقى قطرها اصغر من قطر ايه طيارة الدفن. بيارة الاستقبال قطرها اصغر ليه؟ لان ما فيهاش جاكات، فيها بس جزء المكنة الاولاني هيطلع وارفعه وبعدين جزء المكنة التاني يطلع وارفعه، فبطلع برضو المكنة. زينا كشمان سعاد الاضافة صغيرة اتفضل. لو في ستراكشر هيتعمل اذا كان مطابق صرف صحي او بيارات، بيتشاف المنشأ أبعاد المنشأ اللي هيتعمل فاينالي برضو تمام. إن الشفط ده يكفيه ولا لا؟ تمام. فيبقى أنا إيه بشوف استخدام الشفط، هل ده هيستخدم مجرد مطبق؟ فلو مجرد مطبق بيبقى قطر بيارة أكبر من قطر المطبق طبيعي. أما لو هو ده بيارة إيه؟ بيارة بامب ستيشن، زي البياره الكبيره قوي اللي احنا شفناها اللي كانت في بدايه العرض اللي كان قطرها 50 متر في عين شمس. في عين شمس بالظبط. فالبياره ديت كانت قطرها ايه 50 متر. انا كدافع نفق مش محتاج ال 50 متر، بس هم محتاجينها عشان ايه؟ زي ما قال المهندس حسن، عشان استخدامات البياره دي هستخدمها بامب ستيشن، يعني محطه رفع صرف صحي. شايف شكل البياره قطرها قد ايه؟ انا كمكن مش محتاج كل ده، لا ده انا عاملها عشان احتياجات الايه الاستخدام بتاعه البياره دي كبياره ايه محطه رفع. يبقى انا اللي بيحدد لي قطر البياره اللي هو طول الجاكات وطول المكنه واستخدامات البياره فيما بعد هتستخدم ايه. ممكن تستخدم
كبياره ايه غرفه مشاه لو نفق مشاه واخد بالك. نرجع بقى للايه برزنتيشن ولا انتوا شايفين نقف لحد كده ونكمل بقى المحاضره اللي جايه؟ ممكن سؤال؟ السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم دكتور. ايوه يا فندم. حضرتك تعرفنا بس بنفسك. عبد الرحمن الفرجاني، باحث في جامعه ليل شمال فرنسا. اهلا بيك. اشتغل على موضوع السمارت سيتي. اهلا وسهلا بحضرتك، تشرفنا بحضرتك. اهلا يا فندم، تفضل. جزيل الشكر لك مره ثانيه على هذه المحاضره القيمه الشامله. انا باشمهندس فرجان. وحضرتك مقيم فين حاليا؟ في شمال فرنسا في مدينه ليل. اهلا وسهلا، ربنا يحفظكم. اهلا وسهلا بارك الله فيك واياكم يا استاذي. جزيل الشكر على هذه المحاضره القيمه، طبعا هي كانت شامله غطت قدر الامكان مع ضيق الوقت، ولكن ما شاء الله يعني اعطيت صوره جلوبال فيجن على الموضوع. الحمد لله. من البريفنج للكونسبشن للديزاين للكونستراكشن، حتى مريت على المينتنس ومريت على الجانب المعماري، وغطيت ما شاء الله يعني الموضوع بشكل ممتاز. يعني بنحاول يعني نعمل في ذلك يعني. متشكرين جدا. بس انا عندي سؤالين. طبعا انت حتى الاخوان اللي متعاونين معنا اللي هم منظمين السيشن هذه هم البيلدينج انفورميشن موديلنج بيم اريبيا. تمام. فنتمنى نعرف ما مدى تطبيق البيلدينج انفورميشن موديلنج في الاوت دور بروجكتس، في اللينير بروجكتس. زي ما احنا عارفين اللي هو البروجكت من التايب هذا من النوع هذا حيكون هو مالتي سكيل جيومتريك سيمانتيك موديلنج للشيل تانلز، هتحتاج فيها الكونسبشنز مختلفه من البيلدينج انفورميشن موديلنج الى جي اي اس، تقنيات مختلفه هتضطر تدمجهم مع بعضهم عشان يكون تتكلم على كل اللايف سايكل بتاع البروجكت من البدايه للنهايه. فما مدى تطبيقكم للبيلدينج انفورميشن موديلنج في البروجكتس اللي زي هذا؟ والسؤال الثاني. تفضل. السؤال الثاني اللي هو بما ان احنا نتكلم على اللايف سايكل للبروجكت اللي هي مرحله دراسات ما قبل البدء في التنفيذ اللي هي دراسات الجيوتكنيكال سويل للاندر جراوند. زي ما عارف انت حضرتك احيانا الجيوتكنيكال ريبورت حتى لو عدد الجلسات كان كبير وكل شيء مرات ما يعطيكش انطباع. أيوة. دائما في مفاجآت. طبعا بيحصل. فنضطر نستعمل بعض التقنيات اللي هي التحسيس او الاستشعار عن بعد زي الجراوند بنتريتنج رادار وزي السونار وزي هل وهذه فيها مشكله لما يبدا المويستشر هاي مويستشر عندك ونسبه الرطوبه كبيره في او الووتر تيبل تكون موجوده قريبه قراءاتها ما تكونش دقيقه 100%. فهمتني؟ فمش عارف هي التقنيات اللي استعملوا فيها في المسح عشان تديروا مابينج قبل ما يبدا المشروع، لان زي ما قلت لك الجيو تكنيكال ريبورت مرات حتى لو كانت عدد جزات كبيره ما يعطيكش انطباع كافي على طبيعه الاندر جراوند اللي هو انفيزبل غير مرئي بالنسبه لنا. وشكرا بارك الله فيك. تمام. متشكرين جدا يا باشمهندس فرشاني، واحنا قلبنا معاكم يعني ان يعدي الازمه عندكم ديت على خير باذن الله. اللي شايف في فرنسا نسبة الإصابات بتتصاعد، وربنا يحفظك ويحفظ إخوانك وأسرتك هناك يعني. أجمعين. شكرا دكتور. دلوقتي بالنسبة للتطبيق البي آي إم البيلدينج انفورميشن موديلينج، أنا فعلا سألت المهندس عمر نفس السؤال اللي حضرتك سألته ده. حضرت معاه سيشن بتاع المهندس عمر اللي هو على فكرة مدير البيم في يمكن في الشرق الاوسط يعني على ما انا افهم. فهو قال لي لا طبعا ان مشاريع الانفاق مشاريع مثاليه ان هو بيطبق فيها البيم تماما، وهو يعني اسهل تطبيقه فيها اسهل من المشاريع الثانيه لان ما فيش ايه تعارض في الانشطه المختلفه. يعني هو عباره عن جسم النفق كل بس اللي هيتعرض فيه ايه اذا كان فيه خطوط مواسير اذا كان فيه ترومبه بتخش وتطلع لو حصل مينتيننس للمكنه اثناء العمل او بعد مينتيننس للنفق بعد الانتهاء. فاذا تعرض المرافق مش كبير، بس هو ممكن يتابعه بالبيم بقى عشان لو حصل مشاكل يوميه
مشاكل الأنفاق مشاكل كتير جدا. وده بيرتبط بسؤال حضرتك التاني اللي هو ان الجيوتكنيكال ريسيرش اللي بتتعمل في البداية بتبقى فعلا غالبا ممكن ما بتغطيش 100% من مسار النفق، فبيحصل مشاكل على الطبيعة وبنحلها ازاي. ده اوعد حضراتكم ان احنا نعمل كيس استادي في ثلاث حالات عندي انا مسجلهم وعامل لهم باوربوينت فايل، دولت واجهتنا مشاكل جسيمة جدا فيهم وازاي اتحلت المشاكل دي. فهنعمل بريزنتيشن لكيس استادي، لان مهما اقول لك المشاكل شفوي دلوقتي مش هتتخيلها، فلازم هجيب لك مشروع بعينه وحصل فيه ايه نتيجة السبب اللي حضرتك قلته ده تحديدا بتاع الجيوتكنيكال، والسبب التاني لو فيه حاجات قابلتني تحت الارض ما كانتش ايه فيزابول يعني او ما كانتش تحت علمنا وتعاملنا معها ازاي. فعندي حالتين كيس استادي هيعجبوكم جدا، ان هم مشكلة قابلتنا وازاي حلناها. دولت عاوزين محاضرة لوحدهم يعني، مش هينفع نعرضهم في الوقت الحالي، او ممكن ندي فكرة عنهم بس. باشمهندس عادل ممكن اضيف حاجة للي حضرتك بتقوله؟ اتفضل. باشمهندس محمد سراج معانا. انا مش باشمهندس فرجاني، بالنسبة للجي تكنيكال المطلوب لأي أعمال تحت الأرض زي المايكرو تانلينج أو خلافه أو البايب جاكينج، كل بلد في العالم حتى في الكود اوف براكتس بتاعها هي محتاجة جسة ريبريزنتاتيف للشغل كل مسافة قد ايه. احنا مثلا في الكود المصري بنقول ان هي كل 20 متر، وللأسف ان ده لما ما بيتمش تطبيق الكود هو ده اغلب المشاكل اللي بتتم. الكودز العالمية كلها بتتكلم على مسافات ما بين 20 ل 30 ل 35 متر، وده من الخبرة بتاعة حجم التنفيذ بتاع المايكرو تانلينج في العالم كله، ان ده بيبقى ريبريزنتاتيف اكتر للمشاكل اللي في التربة اللي ممكن تحصل. طبعا هناك اساليب اخرى زي ما حضرتك قلت بموضوع الريدر او الجي دي ار ان احنا نستخدمه، ولكن للأسف في البلاد اللي زي مصر مثلا الهاي ووتر تيبل بيخلي ان ده نون ريبريزنتاتيف للاعماق الكبيرة، وخاصة ان المايكرو تانلينج عادة بيتعمل في أعماق فوق 7 و8 متر، من أول 6 متر وأكتر يعني. شكرا. طيب باشمهندس فرجاني معايا؟ نعم دكتور. أنا عرض دلوقتي حضرتك في لوحة أوتوكاد على الشاشة، شايفينها حضرتكم؟ نعم. الرسمة اللي هي أوتوكاد ملونة دي، في دايرة هنا دي عبارة عن إيه؟ شفط، بيارة، دي بيارة إيه؟ دفع. والدائره اللي هنا ديت بايره ايه؟ استقبال، ريسيفنج شافت، ماشي. وهنا في كوبري علوي هنا معدي هنا، الكوبري ده عباره عن على حرف شكل تي، ادي له هنا رامب، هنا منزل للكوبري، منزل الكوبري ده له او مطلع كده ومنزل ايه كده، تمام. يبقى ده كوبري علوي اللي هو باللون اللبني ده، وفي هنا مترو خط مترو انفاق، ماشي. وهنا كتله سكنيه هنا وكتله سكنيه ودي كتله سكنيه، وفي هنا محطه ميه، محطه ميه شرب. فمحطه الميه الشرب اللي هنا دي جاي لها خطين انتيك، الخط الواحد فيهم قطره 1800 ملي، قطره ايه 1800 ملي. الخط ده خط هيبقى حامل ميه جاي من هذا الاتجاه، لازم يعبر تحت الكوبري معدي من هنا، فمش هينفع اعمل اوبن كات، لازم يتعمل دفع نفقي. الخط المترو 1800 ملي ده بيخش جوه فروغه قطرها، قطر الفروغه الانر دايمتر قطره 3 متر وربع، يعني ايه 3250 ملي. فانا عندي خطين جنب بعض هيخش جوه فروغه، كل واحد في فروغه لوحده. ايه اللي انا بزقه بقى اللي هو بعمل له دفع نفقي؟ يعني اللي هو الخط 3 متر وربع ده، يبقى في خطين 3 متر وربع قطر داخلي ماشيين جنب بعض. طيب الخط اللي هو القطر الداخلي 3 متر وربع بيبقى قطره الخارجي 3 متر 96 سنتي، يعني 4 متر تقريبا. فال4 متر و4 متر واشتراطات الدفع النفقي لازم يكون في مسافه بينهم كمان 4 كمان، يبقى 12 متر.
فلقينا في اناوت ركيزه للكوبري، وهنا ركيزه للكوبري، المسافه بين الركيزتين كانت اقل من المسافه ال 12 متر اللي هم بيبقوا ما بين خطين. عايز اجيب الناس، يبقى انا لازم اعمل دفع نفقي. هخبط فين؟ هخبط في البايل، البايل والبايل كاب بتاعه الركائز اللي شايله الكوبري. اذا الكوبري ده محصل ممكن يحصل له فيلير، لان المكنه ما ينفعش تخبط في الايه، في البايل اليمين والبايل الشمال. فدي كانت ايه هي المشكله اللي واجهتنا هنا في في الجزئيه دي. فازاي بقى تعاملنا معها؟ ده لها فيلم ولها ايه محاضره لوحدها. ممكن نشرح ازاي حلينا المشكله دي، لان كان استثمارات كبيره جدا بالملايين دفعت في محطه المياه اللي هنا، والخطين اللي جايين دولت كانوا بطولهم 22 كيلو متر، اتنفذهم وجم وقفوا هنا، ادي الخطين هم. ومفروض الخطين دول هياخدوا المياه العكره اللي جايه عشان اعمل لها تنقيه هنا، لازم يعدوا تحت الكوبري ده، وكل ماسوره هتعدي بفاروغه، والفاروغه عشان اعملها هتتعارض مع الاواعد بتاعه الكوبري. فاستخدمنا الالتراسونيك وعشان نحدد مكان الاواعد بالظبط، لقيناها هتبعد حوالي 37 سنتي او 25 سنتي ما بين الراسم الجانبي للنفق وما بين الاواعد. فديت الكيس احد الحالات اللي قابلتنا وتعاملنا معاها وحلناها. وده كروس سيكشن اهو في النفق، ادي بياره وادي بياره والخطين اللي ماشيين. والمهم طريقه الحل بالظبط، وانا عامل لها احنا فيديو بيشرح ان ازاي اتحلت ده، ممكن نبقى ايه نتكلم عليها المره الجايه او في محاضره ثانيه يا باشمهندس محمد او مهندس انطونيو لو معانا، نعمل محاضره لكيس ستادي عشان بس ايه الوقت مش هيسمح دلوقتي. جزاك الله خير يا فندم. بس هو كان في الشات سؤال، بس عشان الناس اللي كتبت في الشات يعني اتفضل ما تتظلمش. مهندس وسام كاتب: اذا حدث مشكله كبيره بتسرب مياه جوفيه لم تؤخذ بعين الاعتبار اثناء دراسه سلوك التربه من خلال المخطط، هل يتم ايقاف المشروع او ممكن يوجد خيارات اخرى؟ وشكرا جزيلا لحضرتك. طبعا السؤال ده في منتهى الذكاء، وانا سعيد بالاسئله دي عشان يبقى ايه في تفاعل والزملاء معانا يعني. فبيحصل طبعا في تسرب للميه لاي اسباب، وطبعا بنتعامل معاها يا اما ايه بالحق واخد بال حضرتك، يا اما بنعمل خط ستاير من خوازيق بنتونايت حوالين الجزء اللي بيسرب ميه حوالين الشفط من بره، او بتعامل في زملاء معانا في قسم الريبير عندهم مواد حقن بحقن من جوه النفق بمواد بتمنع الميه تماما انها ايه تخش لي. يعني بتعرض لتسرب ميه وبتعامل معاها عن طريق الحقن او عن طريق خوازيق ايه بنتونايت او خوازيق ايه اسمنتيه حسب كل حاله طبعا على حده يعني. مساء الخير. ديت هيتكلم فيها المهندس حسن زكريا باستفاضه برضه. مساء الخير يا باشمهندس. اتفضل يا فندم، مين معايا؟ مع حضرتك مهندس عمر. المهندس عمر؟ ايوه. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. شغال في مجال الاتش دي دي. اهلا باشمهندس عمر. اهلا بحضرتك. لو سمحت كنت عاوز اعرف بس، هو دلوقتي بقى في مصر اماكن بتعلم الناس الصغيره والشباب المهندسين اللي لسه متخرجين على الجهاز الديجي تراك؟ يعني بكل انواعه بقى، F2 F5 GL مارك 4. طبعا هو المهندس معانا المهندس محمد سراج زي ما قلت لحضرتك اللي هو ايه متخصص في ال HDD. ده ممكن يقول لحضرتك تتعلم الكلام ده فين بالظبط. يعني هو في موجود اماكن دلوقتي موجوده بتعلم غير الشركات اللي هي الكبيره؟ لا، هي الشركات الكبيره لحد دلوقتي ما فيش اماكن بتعلم. هو المكان الوحيد اللي هو متبرع ان هو يعلم اللي هو الجمعيه المصريه لانشاء واصلاح المرافق بدون حفر، اللي هو احنا بنشرف ان احنا ايه اعضائها،
والجمعيه ديت تكونت من سنه 2012. احنا وظيفتنا الوحيده اللي هو ايه؟ نقل او نشر الوعي الهندسي في هذه المجالات. فاحنا ممكن نرد على اي اسئله او شرح لحضرتك في هذا المجال، ولكن تدريب عملي بيبقى في احد الشركات، مفيش تدريب عملي عندنا، لان احنا ايه لا نمتلك اجهزه ولا نمتلك ماكينات، ولكن نمتلك بس الخبره والتعليم اللي هو عن طريق الفايلات او الفيديوهات اللي هو الانيميشن، ولكن التعليم العملي في احد الشركات اللي هي مشاركه معانا في الجمعيه ممكن ايه يحصل تتدرب فيها، يعني نعمل معها ايه زي بروتوكول يعني ويدربوا حضرتك. شكرا يا فندم. تمام يا فندم، معلش في سؤال بس اخير، يعني اخير او قبل الاخير. ماشي اخير، يعني احنا طولنا، ممكن نستكمل بقيه يعني بقيه الاسئله في الجزء الثاني ان شاء الله من المحاضره اول الاسبوع القادم. بس في سؤال من باشمهندس بيقول لو المكنه عطلت وحضرتك هنوي تمام في اتجاه واحد، ايه اللي بيحصل في مثل هذه الاحوال؟ المكنه بتحصل كتير انها بتعطل، والمكنه مجهزه ان فيها ايه، فيها اير لوك روم، في جوه المكنه مكان ممكن ايه اقفل الوجه تماما اللي هو مكان المواسير السلاري والفيد، وممكن لو في اصلاحات ممكن اصلاحها من الداخل بصلحها. اما لو في عطل بقى جسيم ممكن بحفر شفط فوق المكنه وبصلحه، الا اذا كان المكنه في تحت مثلا مجرى مائي او تحت سكه حديد بيبقى لها ايه طرق تعامل اخرى. برضو بقول لحضراتكم ان الاعطال ديت حسب ايه كل عاقل، يعني مفيش طريقه واحده ان ايه اعالج بها كل الاعطال، لازم يتقال عطل معين وحلناه ازاي. يعني مثلا موضوع غرق المكنه ده حصل، هو حصل في مكنات كبيره، يعني مكنه مترو الانفاق وهي ماشيه في باب الشعريه حصل ان المكنه نفسها ايه حصل فيها دامج، يعني في جزء من النفق نفسه وتسربت ميه وحصل هبوط في التربه في نهر الشارع نفسه، حصل هبوط شديد وتعالج. يعني اي بس لازم نقول العيب وتحل ازاي، لكن ما فيش طريقه واحده ان انا ايه اعالج كل الاعطال. هنقول بقى يعني ممكن نعمل كورس عن الاعطال، لو حصل كذا نعمل كذا، ونخلي الناس المتخصصه في الاعطال نفسهم يبقوا في ناس متواجدين معانا في الجمعيه يحضروا محاضره في الاعطال. ممكن الزملاء تكتب الاسئله وهنبعتها وهنعمل بقى محاضره لوحدها. ماشي، احنا دلوقتي واقفين عند الجايدنس سيستم اللي هو نظام التوجيه عن طريق اجهزه الليزر، وبعد وده هنبدا بيه في المحاضره اللي جايه. يبقى احنا واقفين عند الشريحه بتاعه توجيه النفق، هنبدا بيها المحاضره اللي جايه، وهنعرض لكم بقى ايه انيميشن بيوضح كل اللي اتقال ده بان ديتيلز اكتر، وممكن ناخد الكيس ستادي معانا كمان المره الجايه. هناخد الكيس ستادي زائد ان احنا هنقول نظام الايه، هنبدا بالتوجيه ونكمل بقيه المحاضره. تمام يا فندم. هو المهندس محمد عبد الغني معانا؟ مش مهندس محمد؟ مهندس محمد اهلا بيك. مش مهندس محمد عبد الغني، علي الصوت شويه بس. دكتور حضرتك سامعني كويس؟ انا سامع حضرتك، والمهندس محمد صوته بعيد قوي. الو ايش مهندس محمد؟ مهندس محمد عبد الغني سامع كده؟ يعني كده بالصوت كان بيقطع شويه. كده سامع، اتفضل. والله انا بشكر الدكتور عادل، بشكر المهندس عادل توفيق، وبشكر المهندس محمد اشرف. اهلا وسهلا. العفو يا فندم. يعني انا شايف ان الموضوع جامد في الوطن العربي كله. طب في سؤال معين يا باشمهندس محمد؟ الله يخليك يا فندم، متشكرين قوي. احنا تحت امركم في اي حاجه. بارك الله فيك يا باشمهندس عادل. بارك الله فيك يا باشمهندس عادل، وان شاء الله نلقى حضرتك باذن الله الاسبوع القادم.
ان شاء الله نظبط معاه في اوله ونعلنه للناس بدري. باذن الله. ربنا ربنا ينفع بحضرتك يعني. معلش انا اسف يعني، بس هو في مهندس خالد بيقول في معدل للحفر معين، ولا دي بتختلف بقى حسب التربه او في حسب معدل، لا في المكان؟ معدل حسب التربه طبعا. مهندس خالد مين، مهدي ولا خالد مين؟ خالد غازي. غازي. طبعا كل مكنه كل قطر له معدل في نوع التربه المعين ده. يعني التربه في المعدل في الرمل غير المعدل في الكلي غير معدل في الصخر. كل نوع تربه بيبقى له طبعا معدل مختلف عن النوع التاني، واخد بال حضرتك؟ تمام يا فندم. حسب نوع المكنه وحسب القطر وحسب نوع التربه بيتحسب المعدل. بس في متوسطات يعني بيبقى ممكن متوسط 5 متر في اليوم، وممكن يزيد عن كده، ممكن يبقى 12 متر في اليوم، 5 متر في اليوم، في احيانا تعمل متر واحد في اليوم، في اليوم كله ال 24 ساعه. صحيح صحيح. اذا لو ماشي في صخر غير ماشي في طينه غير ماشي في رمله، يبقى نوع التربه ونوع المكنه وقطر النفق، دي كلها عوامل بتاثر في المعدل. بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله فيك، وشكرا لوقت حضرتك الغالي. في اي حد عايز يقول حاجه لما نختم المحاضره؟ احنا كده خلاص خلصنا يعني ان شاء الله النهارده. معلش يا مهندس عادل. الو اتفضل. معلش معاك مهندس محمود. مهندس محمود عبد الرازق. ايوه ايوه فندم. ايوه اتفضل. معلش يا دكتور، كنت بعت حضرتك على الماسنجر بس رساله كده، فممكن استاذن حضرتك بس تطلع عليها بس كده، بخصوص على الفي يعني. بخصوص البيم يعني وتطبيقاته بالنسبه للشركه عندنا وكده. حاضر. على الماسنجر، الماسنجر على الفيس يعني. حاضر. اشوفه وارد على حضرتك. شكرا لحضرتك. ماشي. وانت حضرتك فين؟ في شمال الدلتا. انا فرع شمال الدلتا في مشروعات دمياط. احنا في مشروع جامعه المنصوره الجديده. مشروع الايه؟ جامعه المنصوره الجديده. تمام. احنا عملنا انفاق كتير في دمياط قوي. وحتى المشروع عندنا في المنصوره الجديده نفسها في انفاق لنفس النظام اللي حضرتك بتتكلم عنه ده. تمام. كيسون في مستطيل، في اللي هي المستطيله في الدائريه. في مستطيله ودائريه وكده. هي الجامعه عندنا بس هي اغلبها سوبر ستراكشر يعني. طبعا. البيم ممكن يطبق عليها بشكل بدايته يعني هيفرق في الشغل يعني. بالنسبه للمرافق. حاضر. ماشي. وممكن احنا برضه نستعين بالمهندس عمر في تطبيقات البيم على المشاريع الكبيره اللي زي الجامعه عندكم كده ان شاء الله، لان طبعا بيبقى فيها قطاعات كبيره كتير جدا وتعرضات، فما بيحلهاش غير البيم. اكيد اكيد. ماشي يا باشمهندس محمود، هبص على الرساله وارد عليه. الله يبارك فيك. احنا نامل نكون قدرنا نوصل حاجه، وبنشكر الزملاء على حسن استماعهم، وباذن الله نكمل في المحاضره الجايه ان شاء الله يوم يوم الحد يا باشمهندس، ولا يوم ايه، ولا هتبلغني باشمهندس محمد؟ اكد على حضرتك، هبلغ حضرتك يا فندم، هبلغ حضرتك. بص على السكيدول وهبلغ حضرتك ان شاء الله في اول الاسبوع الجاي ان شاء الله، وهننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك وعلى جميع الصفحات وعلى الواتساب وعلى التليجرام وعلى كل ان شاء الله عشان انا هجهز لهم فايلات اللي هو بتجاوب على بعض الاسئله اللي كنا بنقول عليها اللي كانت بتتسال دلوقتي، في ازاي بيتحسب قطر الشفط والكلام ده. هنجهز برضو شويه شرايح، فالميعاد مش هيبقى قبل الحد او الاثنين بقى اللي جاي. شوف حسب مواعيد الجدول بتاعك. بارك الله فيك. بس ارجو منك انت والمهندس انطونيو نسقوا مع بعض، لان ايه، في مجموعه محاضرات قيمه جدا انت قلت لي عليها، والمهندس انطونيو برضه مجهز مجموعه محاضرات ان شاء الله عشان ما يحصلش تعارض يعني. ان شاء الله يا فندم اللي جاي يعني في مجموعه محاضرات دسمه في مواضيع يعني ان شاء الله الناس يعني منها، وده الهدف، نشر العلم لجميع الناس باذن الله. باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا لوقتك الغالي.
شكرا معلومات القيمة دي. الناس البارتيسيبانتس كلهم اللي شاركوا معانا النهارده. شكرا 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 جزيلا، شكرا ليكم جميعا. سلام يا باشمهندس حسن، سلام يا باشمهندس محمد. شكرا، وان شاء الله محاضرة مسجلة على قيمة عربية ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا يا باشمهندس حسن، شكرا يا باشمهندس حسن، نورتنا يا باشمهندس. العفو العفو. اتفضل. السلام عليكم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا جزيلا ليكم، السلام عليكم.